مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من اللي حصل. النهارده هنبدا اخبارنا طبعا كالعاده، عندنا اخبار مهمه وكتيره، والنهارده بالذات معانا اخبار او اول خبر بيهم كل بيت. وزاره الداخليه النهارده عملت مبادره كلنا واحد، والحقيقه ان المبادره دي هايله جدا، فلما يبقى عندنا مبادره معارض اهلا رمضان ومبادره كلنا واحد واحنا داخلين على رمضان، دي حاجه جميله جدا. مبادره كلنا واحد بتقول انه هيبقى في سلع متوفره جدا لكل الناس بتخفيضات تصل الى 60%، فاحنا كده نقدر نروح هنا هنلاقي السلع بجوده عاليه جدا، وكل اللي انتم محتاجينه هتلاقوه في اهلا رمضان او في مبادره كلنا واحد، وعليها كمان خصومات كتير جدا. الاهم انه المبادره دي مش موجوده في حتت مش كتير، لا ده في 31 فرع في سلاسل تجاريه كبيره، وكمان تقريبا حوالي 1074 فرع على مستوى الجمهوريه كلهم، يعني هتلاقوا المعارض موجوده في كل حته. طيب ازاي نلاقي المعارض دي؟ المعارض دي هتلاقوها يا اما عن طريق جهاز الخدمه الوطنيه اللي هي المنافذ البيع او وزاره الزراعه، وكمان في العربيات المتنقله، فبقى الموضوع سهل جدا. اعتقد في فيديو على الشاشه دلوقتي اهوت، تقدر في اي وقت ان انت تروح تشتري كل اللي انت محتاجه. داخلين على رمضان، هدتك كل بقى احتياجات البيت بقى، رز وسمنه وسكر وزيت، كل اللي انتوا عايزينه هتلاقوه كمان باسعار حلوه جدا وبجوده عاليه. طيب الخبر التاني اللي معانا النهارده، وهو خبر حلو جدا ان احنا نتكلم فيه، الشؤون المعنويه النهارده عملت فيلم اسمه بطل بيسلم بطل. احنا عارفين ان اليومين دول احنا في شهر 3 او في شهر مارس الدوله بتحتفل بيوم الشهيد اللي هو يوم 9 مارس. خلوني اقول لكم ليه اسمه يوم الشهيد او ايه السبب. يوم الشهيد ده هو تخليد لذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض. الفريق عبد المنعم رياض من الناس المؤثرين جدا جدا في الجيش في فترة ما بعد النكسة. بعد نكسة 67 الرئيس جمال عبد الناصر استدعى الفريق عبد المنعم رياض عشان يبقى رئيس أركان حرب الجيش، وعلشان يبقى مع الفريق محمد فوزي اللي كان وزير الدفاع ان هم يبتدوا يعيدوا تاني بناء الجيش ويوقفوا تاني على رجله بعد النكسة. الحقيقة ان الفريق عبد المنعم رياض بالذات كان ليه دور قوي قوي في حرب الاستنزاف، وقدر كمان ان هو يكبد العدو خسائر كبيرة جدا في خط بارليف. الفريق عبد المنعم رياض كان في زيارة للجبهة في اليوم ده، وحصلت معركة بين العدو وبيننا واستمرت حوالي 7 ساعة ونص، والفريق عبد المنعم رياض الحقيقة كان واقف زي الأسد وسط الجنود بيوجههم يعملوا ايه ويتحركوا ازاي. لكن طبعا بسبب ان كان فيه هجوم عنيف وكانت فيه معركة عنيفة جدا، أصاب بشظية واستشهد على أثرها، والرئيس جمال عبد الناصر أهداه وسام الشرف وأهداه فريق أول. عشان كده الدولة بتحتفل كل سنة بيوم الشهيد يوم 9 مارس. فالشؤون المعنوية عملت فيلم حلو جدا اسمه بطل بيسلم بطل. خلينا نشوف الفيلم ده ونرجع نشوف اللي حصل. أن تعيش 50 عاماً وتصنع كل تلك المعجزات، عمر البطل 50 عاماً جسد فيهم كل معاني الشرف والجندية والقيادة والتفرد. من عام 1919 إلى عام 1969 تستطيع أن تكون فيهم نموذجاً يحتذى به وقدوة عسكرية من طراز فريد، تجعل كل عسكري وضابط مصري وعربي ينظر له بإجلال. خمسون عاماً تقضي منهم 32 عاماً على جبهة القتال، يجب أن نعترف أننا أمام خطر يجب علينا أن نتعايش في سبيله.
وتموت واقفاً وسط جنودك وتنال شرف الشهادة وتضرب المثل الأعلى في العطاء والشموخ. الفريق أول عبد المنعم رياض، الجنرال الذهبي الذي صار يوم استشهاده يوماً للشهيد، فكان نعم القدوة والمثل لأجيال من الأبطال. تمثال الشهيد البطل الفريق أول عبد المنعم رياض، وحلمت أكون زيه شهيد، وكبرت وكبر حلمي جوايا، وتخرجت من الكلية الحربية، والحمد لله ربنا أكرمني وخدمت بشمال سينا مع الأبطال هناك اللي اتعلمت منهم معنى التضحية والفداء، واشتركت في مداهمات كتير، كل مداهمة فيهم كانت بتزيدني قوة وصلابة. حسين مجدي من قوات الصاعقة، اسمحوا لي أكلمكم النهاردة عن تجربة مقاتل أصيب أثناء القتال وكان قريب قوي من أنه ينال مكانة عظيمة، مكانة الشهيد. في يوم تم تكليفي بقيادة مجموعة من زمايلي الأبطال للهجوم على إحدى البؤر الإرهابية شديدة الخطورة والقضاء على جميع العناصر التكفيرية الموجودة في هذه البؤرة، وبعد تخطيط جيد جداً وعزيمة رجالة أبطال إننا ما نسيبش شبر واحد على أرض سينا غير لما نطهره من العناصر التكفيرية، وبفضل ربنا ومستوى تدريب راقي قدرنا نفاجئ العناصر التكفيرية في أماكنهم ونقضي على عدد كبير منهم. في الوقت ده كان بيدور قتال شرس جدا باستخدام جميع أنواع الأسلحة، كل طلقة بتعدي فوق رؤوسنا أنا وزمايلي كانت بتقوينا،
بتخلينا أكتر صلابة وإصرار على تحقيق النصر وتنفيذ المهمة بنجاح. وأثناء القتال وأنا بأمن أحد زمايلي واللي كان عليه تعامل شديد، أصبت بطلقة في الصدر، وقعت على الأرض. حسيت بنزيف شديد، كانت طلقة من عيار كبير، ولكني لم أستسلم. مسكت سلاحي ووقفت على رجلي، غيرت خزنتي واستمريت في القتال مع زمايلي. كان كل تفكيري في هذه اللحظة إني أقابل ربي مقبل غير مدبر، وإن المهمة تتنفذ بنجاح. وبفضل ربنا واحترافية زمايلي اللي قدروا يقدموا لي الإسعافات الأولية ويوقفوا النزيف أثناء القتال، أنا موجود معاكم النهاردة. الإصابة دي يا فندم هي أغلى وسام للمقاتل ممكن الحصول عليه بعد الشهادة. وزي ما قررت عدم الاستسلام للإصابة في ميدان القتال، أنا قررت الاستمرار بالخدمة في قوات الصاعقة، وطلبت العودة للخدمة في سيناء مرة تانية. وده مش غريب على أي مقاتل في قوات الصاعقة أو في الجيش المصري، لأن في عقيدة ثابتة جوانا بتحركنا وبتتحكم في أفعالنا، إن في أوقات الحروب والفتن بيكون في فئة خاصة من المحاربين على استعداد دايماً لتلبية نداء الوطن. رجالة من طراز فريد عندهم رغبة غير عادية في تحقيق النجاح والنصر، رجالة بتخدم وطنها بشرف داخل وخارج ميدان المعركة. رجعنا تاني وبنكمل فقرات اللي حصل النهاردة. الحقيقة انه في موضوع مهم جدا ومهم قوي ان احنا نتكلم فيه، يمكن مش كتير اتكلموا فيه، لكن احنا قررنا النهاردة ان احنا نتكلم فيه، وهو موضوع التطبيقات المشوهة اللي بتغزو البيوت. يمكن تكون كلمة غريبة شوية، لكن هي كلمة حقيقية جدا. دلوقتي بقى في على النت في applications او تطبيقات او websites، حاجات زي كده اللي هي مواقع أو تطبيقات تقدروا أي حد يقدر يخش عليها، هيلاقي حاجات غريبة جدا، نقدر نقول كده بلاوي. إيه الموجود على التطبيقات دي؟ بنات موجودة على التطبيقات دي، كل شغلتها إن هي تقدم محتوى غير لائق، بتراود الرجال وبتقدم محتوى لا يليق على الإطلاق. الحقيقة إن أنا وتيم الإعداد كنا بندور ورا الموضوع ده عايزين نفهمه، يعني اللي وصلنا له ان التطبيقات دي بتعمل اعلان على السوشيال ميديا عادي جدا ان هم عايزين مذيعات مقابل اجر 500 ل 2000 دولار، من 500 ل 2000 دولار في الشهر. رقم اي حد في الدنيا قاعد في اي حته هيقول لك ده رقم مش طبيعي، هيضرب كده 50 تك 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 يقول لك ايه ده رقم مش مهول، يبقى يلا بسرعه. وبعدين كمان بيقولوا كلام حلو، ده بيقول لهم بالذات البنات، يعني احنا عايزين مذيعات، فكل بنت اللي خريجه اعلام اللي خريجه اداب اعلام اللي حلمها انها تبقى مذيعه تقرا كلمه مذيعات دي، الله ده حلم حياتي، يلا بينا تخش تقدم. وبتروح تقريبا زي شركه او حاجه زي كده، بيقولوا لها تعالي في انترفيو بتاع انترفيو، يعني تقعد يشوفوا البنت، لازم تبقى شكلها حلو وتبقى مظهرها يليق كده بالابلكيشن العظيم، وبيقولوا لها بقى تفتحي الكاميرا وبتاع وتقعدي تتكلمي مع الناس. طبعا احنا مش هنقول تفاصيل، ما نقدرش نقول تفاصيل، لكن انتوا فاهمين كويس. طبعا الموضوع بيبدا بانها تبقى مذيعه عادي جدا، بيقولوا لها بالحرف كده احنا مش عايزين منك اي حاجه خالص، اوعي تفتكري ان احنا عايزين منك اي حاجه مش كويسه، لا لا لا، احنا عايزينك تلبسي كويس، تقعدي مؤدبه وباحترام وتتكلمي مع الناس وتفتحي مواضيع. لكن اللي بيحصل على الابليكيشنز دي او التطبيقات دي ما بيبقاش ليه اي علاقه لا بالادب ولا بالاحترام، وبيبقى فيه قمه قله الادب الحقيقه. الشركات دي بتقول ان هي بيبقى عندها اولويه طبعا انها تشغل البنات، يعني الولاد لو جابوهم عشان يستقطبوا البنات او يراودوا البنات ما مش هيبقى زي طبعا لما تبقى في بنات تدخل تعمل محتوى غير لائق او تقول الفاظ غير لائقه او تلبس لبس غير لائق وتستقطب الرجاله بالطريقه يعني مهينه الحقيقه. انا بستغرب ازاي بنت تمسك الموبايل بتاعها وتطلع لابسه لبس مش محتشم او لبس لا يليق بالظهور، وتطلع تقول بقى تعالوا لي على الخاص، ولا حاجات غريبه الحقيقه الواحد مستغربها جدا. يعني تخيلوا بقى لما يبقوا قاعدين كل شغلهم الشغل الابلكيشنز دول، البنات عايزين بنات زي ما قلت لكم يضحكوا عليهم بكلمه مذيعات وهم ولا مذيعات ولا نيله.
ده شغل يا جماعة شمال. فالبنات لازم تاخد بالها انه يا جماعة مش اي حد، مش اي اعلان على السوشيال ميديا تلاقوه تجروا تقوموا رايحين جري، ايه ده مقر الشركة فين؟ الغريب بقى كمان ان البنات دي بتعمل ايه، بتروح تصور احيانا مش بس من بيتها، يعني هما بيعملوا لها كده انترفيو، تقول لها تعالي هاتلنا الموبايل بتاعك اللي هتصوري بيه، يتاكدوا ان الريزولوشن بتاع الكاميرا ده كويس وعالي كده وحلو، ويتاكدوا انها شكلها حلو وجسمها حلو والكلام ده كله. وفي منهم اللي بيصور في بيته ومنهم اللي بيروح يصور في اوض مجهزه في الشركه دي. الحقيقه انا بالنسبه لي دي كارثه كارثه، ومش عايزه اقول دي اسمها ايه، يعني انا مش عايزه اقول دي اسمها ايه، بس انتوا فاهمين كويس قوي دي اسمها ايه، بس انا مش هقول. طب احنا معانا على التليفون الدكتور حسام النحاس، خبير مواقع التواصل الاجتماعي. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا ريهام. اهلا بيك وبكل الساده المشاهدين. حضرتك طبعا سمعت المقدمه اللي انا قلتها عن الابلكيشنز الغريبه دي، احنا طبعا مش هنقدر نقول اسماء الابلكيشنز دي، لكن حضرتك ايه تعليقك على الابلكيشنز العجيبه اللي بتستخدم البنات دي؟ هو للأسف الشديد إن إحنا دايماً كنا بنقول إنه مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي رغم إن لها بعض الأدوار الإيجابية، لكنه الشائع والمنتشر حالياً هي التطبيقات سيئة السمعة. ولذلك أنا لما بقول التطبيقات سيئة السمعة، زي ما أنت كنت بتقول يا ريهام، إحنا مش عايزين نقول بشكل صريح هو إيه الموضوع بالضبط، لأنه الموضوع إن دي تطبيقات للدعارة الإلكترونية. هذه التطبيقات مقنعة، يعني مقنعة بشكل مقنع. ولكن للأسف الشديد يتم فيها ممارسة الأعمال المنافية للأداء والتحريض على الفسق والفجور. وانت عارفة ان عندنا مصطلح في القانون كمان اسمه الاتجار بالبشر. مظبوط. واغلب الفتيات لسه اطفال، انت عارفة انه سن الطفل في القانون المصري هو 18 عام. وبالتالي هذه التطبيقات تمثل خطورة شديدة جدا. مزبوط. على أمن وسلامة وقيم المجتمع طبعا. هذه التطبيقات للأسف الشديد، وزي ما كنت بتقولي أنا لدي حصر بأسماء تلك التطبيقات. عارف حضرتك يا دكتور إحنا ليه مش هنقولهم؟ والله عشان ما نشهرهمش مش أكتر. بالضبط. أنا مش عايزة أخلق عند المشاهد الفضول إن هو يدور عليه، لا احنا هنتكلم عليك ونشوه فيك من غير ما نجيب اسمك خالص. بالظبط كده. فاحنا بنقول والموضوع واضح للجميع وكل الناس عارفاه طبعا، انه التطبيقات دي هي كمان تطبيقات لها اساليب وادوات مختلفه. يعني منها تطبيقات للمواعده، منها تطبيقات بتقول لك ان انا هناك محاولات للبحث عن شريك الحياه، هناك تطبيقات يقول لك ان انا عاوز امن فراغك العاطفي، هناك تطبيقات لمحاولة انت عارفة موضوع الكبت الجنسي لدى الشباب والفتيات وتأخر سن الزواج الى اخره. البداية لانه عايز اقول لحضرتك يا دكتور، ده احنا بقى عندنا دلوقتي شباب مدمنين المواقع الاباحية، ده من المواضيع اللي انا نفسي اتكلم فيها الحقيقة. هو للأسف الشديد. طب ما خلي بال حضرتك، ما هو الادوات واحدة، يعني بالزبط. حتى انت غيرت الوسائل. أيوة. وسميناها تطبيقات، الا انها في الاخر هي تطبيقات اباحية لا تختلف. مزبط. على الاطلاق على المواقع الاباحية. بيبدا في الاول يقول لك هو كل الموضوع ان احنا هنكون صداقات وهنزود عدد المتابعين وهيتم التعامل مع المتابعين. طب عشان نبدا نشتغل، انا بدخل حضرتك والساده المشاهدين في اليه القائمين على تلك التطبيقات. بيقول لك ان انا لو اشتغلت بشكل فردي على الشباب والفتيات مش هوصل للعدد المطلوب. فبيعمل ايه؟ بيبتدي يستقطب اللي بيسموا نفسهم للاسف الشديد مشاهير السوشيال ميديا. أوكي. اللي هم المشاهير من البنات والشباب اللي موجودين على التطبيقات بعض المختلفة. ويبدا يقول لك ان احنا هنشتغل بنظام الوكاله. يعني كل بنت او شاب وخاصه البنات بتبتدي تعمل وكاله خاصه بيها وتقوم على وكاله دي لايك يعني تشانل كده او قناه. بالظبط كده. لان هم لهم نظامين في العمل، النظام. أيوة. الاول لايف فيديو. ايوه. وده عليه يعني اكثر رواج، يعني تفتح الكاميرا وتطلع لايف مع الناس ويكلموها وتكلمهم لايف. بالظبط كده. أيوة. في اللايف الفيديو واللايف الصوتي. ولذلك انا بقول لحضرتك انه للاسف الشديد تطبيقات البث المباشر الموجوده هي تطبيقات في منتهى الخطوره. وانا ادعو من برنامج حضرتك وقناه هي المحترمه بصفتها اول قناه مصريه معنيه بقضايا المراه المصريه، ان انا بقول انه يجب ان يكون هناك تشريع قانوني على موضوع استخدام تطبيقات البث المباشر. لانه للاسف الشديد ده الامر تحول ان هناك شركات وهناك وكلاء، وانا كل يوم عندي مداخله او عندي شغل في موضوع حتى الصفحات
اللي بتطلق على نفسها صفحات اليوميات وصفحات الروتين اليومي. أيوة. وأثناء التحقيقات بيتضح أنها تطبيقات للدعارة. أيوة. وبيتضح أن هناك وكيل أو شركة، وأنه بيتم تقاسم الأموال بنسبة 50-50، 50% للوكيل أو الشركة و50% لصاحبة القناة. أيوة. وأنه بيتم منها طلب طلبات معينة، منها ارتداء ملابس معينة، منها بعض يعني الممارسات، بعض الكلام من أجل زيادة نسبة المتابعين. والمكاسب بالدولارات، يعني انت لو شفت حجم المكاسب اللي بيتم الحصول عليها من تلك التطبيقات، ده عليها إقبال تاريخي، يعني المواقع دي عليها إقبال مش عادي، ولذلك وبيقعدوا يبعتوا لهم هدايا ومش عارفه بكام ألف، ومين جاله مليون. وده عايزه اقول لحضرتك كمان، ده في تسول دلوقتي، يعني في تسول الكتروني عن طريق كمان الابلكيشنز دي كمان. يا ريهام، هو كل الغرض في النهايه هو الحصول على الربح المالي. مظبوط. ولكن بأي طريقه اللاعب على طموح الفتيات والشباب في المرحله دي، بيتم اللعب على غرائز الشباب، بيتم اللعب على كل ذلك وبشكل متقن. خلينا اقول لحضرتك ان انا لما بضطر احيانا للتعليق على صفحات بعينها او تطبيقات بعينها، يلزم كمتخصص ان انا ادخل اتابع هذه التطبيقات، وبالفعل انا ممكن. الله يكون في عونك والفتيات. صدقيني احنا بنتعرض لحرب، لما كنا بنكلم الناس عن حروب الجيلين الرابع والخامس ونقول لهم ان الحروب تحولت من الحروب على الارض للحروب في الفضاء الالكتروني، الناس كانت بتتهمنا ان احنا بنقول اي كلام. ولكن انا بقول للمشاهدين وبقول لكل الناس انه نظره سريعه على هذه التطبيقات. أيوة. هيتبين ان التطبيقات دي تمثل خطر حقيقي، وانا اراها. هل في طريقه او اليه ان احنا نوقفها يا دكتور؟ هل في طريقه او اليه ان احنا نوقف الابلكيشنز دي هنا في مصر؟ والله بص، عشان اتكلم بشكل صريح، اولا اغلب هذه التطبيقات هي تطبيقات عالميه، ومن ثم ان الدوله المصريه ليس لها سيطره على تلك التطبيقات. وان كنت ادعو الى يعني محاوله حظر او منع الوصول الى تلك التطبيقات، رغم انها متاحه على المتجر او جوجل بلاي او ايا كان نوع الموبايل او نوع البرنامج المستخدم، ولكن حتى عملية المنع ثبت في كثير من الأحيان أنها تأتي بنتائج عكسية، لأن أنت عارفة أن هناك عمليات احتيال كبيرة، ويمكن اللجوء إلى بعض البرامج للدخول على هذه التطبيقات من الخارج. الحقيقة أنا شخصيا مش بس بدعو لإغلاق الابليكيشنز دي أو التطبيقات دي لأنها بتستخدم البنات بأساليب مش كويسة، لا، لأنه كمان أنا بدأت ألاحظ أنه بقى فيه تسول يعني غير طبيعي من مصريات، وبيطلعوا يشحتوا بطريقة مهينة، وبدأوا يتكلموا المصريين بيشحتوا على الانترنت. فأنا شخصيا من برنامجي ده أنا بدعو أنه يكون في آلية للتخلص من هذه التطبيقات. دكتور حسام النحاس، شرفتنا ونورتنا، ألف شكر لحضرتك. شكرا جزيلا. الخبر التاني اللي معانا الحقيقة هو جميل، وأنا شخصيا اتأثرت جدا لما شفته. امبارح رئيس عبد الفتاح السيسي كان في افتتاح مدينة المنيا الجديدة، وكان في احتفالية، وظهر فيها الحقيقة تكريمات كتير، ومن أهمها أو من أبرز الحاجات اللي كانت موجودة هي مدرسة المتفوقين في المنيا. الحقيقة أنه كان في ولد اسمه مصطفى جبر على ما أفتكر، صبري، مصطفى صبري. الولد ده أنا انبهرت بيه. الولد ده طلع واقف قدام الرئيس بمنتهى الثقة والثبات، وقال إن هو طبعا بيدرس في مدرسة المتفوقين، وهو صغير في السن مش كبير. أنا مش هحرق لكم كل حاجة، لكن خليني أقول لكم شوية تبس كده. الولد لسه صغير في السن، أمه بتعاني من مرض اسمه الشوكة العظمية. مرض الشوكة العظمية ده بيبقى موجود في أسفل الكعب، وتقريبا طول ما أنت ماشي بتبقى حاسس كأنك بتدوس على شوكة كده، ألم مستمر في المشي، يعني بتبقى حاجة صعبة جدا. تخيل إن أنت طول ما أنت ماشي في دبوس بيشوكك في رجلك، ف الموضوع بيبقى صعب جدا. فالحقيقه انه المفروض انه العلاج بتاعه انك تلبس حاجه سيليكون جوه الجزمه عشان تقدر تمشي، فتبقى الرجل كده بتدوس على حاجه طريه فما يحسش بالالم ده. تخيلوا بقى الولد الصغير ده، انا مش هقول لكم في سنه كام دلوقتي، بحب السسبنس قوي. الولد الصغير ده قدر ان هو يربط طب العظام ب طب التجميل، وقال ان احنا ممكن ناخد بعض الدهون الموجوده في جسم المريض ده ونحطها اسفل القدم فتبقى بدل الفكره السيليكون ده. حقيقه ان انا لما شفت الفيديو ده، والفيديو ده معانا يا جماعه، ممكن نوري الناس الفيديو بعد اذنكم. يلا نروح نشوف الفيديو ده، تعيطوا شويه وترجعوا تاني. مساء الخير يا فندم،
انا سعيد جدا بوقوفي على المسرح دلوقتي قدام حضرتك. انا اسمي مصطفى صبري عبد الفتاح من اسكندريه، ومعايا زميلي صفوت جرجس عوض من الجيزه. المشروع بتاعنا بيتكلم عن ايجاد حل طبي وفعال للتغلب على الم الشوكه العظميه. في البدايه يا فندم كنت عايز اوضح لحضرتك ان انا وصفوت لينا اشخاص عزيزه جدا علينا عندهم الم الشوكه من زمان جدا، وكل يوم كنا بنشوفهم بيتالموا قدام عينينا ومش بنقدر نساعدهم. عشان كده الهدف بتاعنا واصرارنا كان ان احنا نلاقي حل دايم نقدر نتغلب بيه على الم الشوكه، بحيث ان احنا نساعدهم بيه ونساعد طبعا اي حد عنده شوكه عظميه. الشوكه العظميه يا فندم بتكون موجوده اسفل القدم عند كعب الرجل، وطبعا ليها حلول سابقه زي مثلا حقن الكورتيزون وحقن البي ار بي وحقن البلازما، ولكن كل الحقن دي هي مجرد مسكنات بس مش اكتر. ومعظم الناس بتلجا للحل التقليدي وهو ارتداء وساده سيليكون اسفل الكعب بحيث انها تخفف الالم شويه. فكرتنا يا فندم هي فكره بسيطه ولكن فيها تحدي كبير، وهو ربط مجال العظام بمجال التجميل عن طريق سحب الدهون من جسم المصاب من تحت السره وحقنها مره ثانيه اسفل الكعب بحيث تبقى زيها زي الوساده السيليكون بالظبط بس تبقى داخليه جوه جسم المصاب. وطبعا عشان انفذ التجربه رحنا كليه طب جامعه المنيا للجنه اخلاقيات البحث العلمي، وبالفعل اخذنا الموافقه من هناك ونفذنا اول تجربه بمساعده الدكاتره المختصه. وفي النهايه يا فندم كنت عايز اوضح لحضرتك ان انا وصفوت الاشخاص العزيزه علينا دي تبقى والدتي ووالده صفوت. وانا كنت عايز استاذنك واوجه رساله لوالدتي اللي من غيرها انا ما كنتش حابب اوقف على المسرح دلوقتي، مش بس عشان دعمها وخوفها عليا ووقوفها جنبي في كل خطوه باخدها. والدتي يا فندم هي السبب اصلا في ان انا افكر في علاج للشوكه العظميه، وكانت مصدر الهام ليا كبير قوي لان انا كان نفسي اكون سبب في علاجها. ومش بس كده يا فندم، والدتي اصرت ان اول تجربه ننفذها بعد ما خلصنا مشروعنا تبقى عليها هي، وهي كانت اول متطوعه واول حاله. فبستاذنها يا فندم ان انا يعني تتفضل جنبي على المسرح دلوقتي. انا كل ما اتفرج على الفيديو ده هعيط ولا ايه؟ مش ممكن يعني. انا اتفرجت عليه كده دي مرتين ثلاثه وكل مره بعيط الحقيقه. ايه الجمال ده؟ ايه مصطفى ده؟ ايه الثقه دي؟ يعني انا مبهوره بيك يا ابني، واقف اسد بيتكلم بمنتهى الثقه، بادي لانجوج قويه جدا، نبره الصوت بمنتهى القوه. احنا بتوع اعلام فاحنا نفهم الحاجات دي جدا. نبره الصوت ما فيهاش رعشه، الواد واقف بمنتهى القوة بيتكلم. ده هيطلع ايه؟ احمد زويل القادم يعني. انا مبهورة بيك جدا يا مصطفى. احنا معانا على التليفون البطلة الجميلة اللي ادت لابنها فرصة انه يطبق فكرته وينفذ المشروع عليها هي، امه الاستاذة هبة بشارة. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا 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 ام وسهلاً البطلة. اهلا بحضرتك. انا مش عايزه احسده، بسم الله ما شاء الله عليه. الله يبارك فيك. ثبات انفعالي وقوه، يعني واقف قدام الرئيس الواحد ممكن يتهز يخاف وهو حبيبي لسه صغير، بس ما شاء الله عليه يا حبيبي، مقتنع بنفسه ما شاء الله. اشكرك ربنا يبارك في حضرتك. كلميني الاول عن مصطفى، هو في سنه كام؟ عنده كام سنه؟ مصطفى حاليا ثالثه ثانوي مدارس السمن للعلوم والتكنولوجيا بالمنيا. ما شاء الله. 18 سنه. يعني ازاي قدر وهو صغير كده ومش دارس طب انه يفكر في الفكره الفظيعه دي؟ والله هقول لحضرتك حاجه، احنا مدارس السن معروفه انها بتتبنى عقول الاولاد. أيوة. وبتمرنهم على طريقه البحث العلمي والتفكير السليم وحل المشكلات. دي مدارس المتفوقين يا فندم. ايوه طبعا مدارس المتفوقين. ايوه انا بشرح بس للناس عشان يبقوا معانا. ففكرتنا عن المدرسة كانت خلتنا متحمسين ان احنا يبقى عندنا ابن من اولادنا يلتحق بيها، على اعتبار ان احنا بنأمل بمستقبل اولادنا مختلف عن السياق العادي اللي احنا معتادين عليه، عايزين تعليم افضل ليهم. فطبعا اشتغلنا على نفسنا ودخلت الفكرة في ذهن مصطفى علشان يشتغل على نفسه اكتر ويلتحق بالمدرسة وفقا للشروط اللي كانت معلنة عن دخول المدارس دي. والحمد لله ربنا كرمه وكانت الشروط متطابقه عليه والتحق بالاختبار واتقبل الحمد لله. وكانت الفكره انهم معتادين في المدرسه على عمل المشاريع اللي هي الكابستون، كل ترم كل سنه بيبقى فيه الترمين، مشروع الترم الاول ومشروع الترم الثاني زي مشاريع التخرج بتاعه الكليه كده.
زي مشاريع التخرج بالضبط، انهم يناقشوا دي حاجه صعبه يعني، دول صغيرين. هي دي بقى طريقه حل المشكلات وطريقه البحث العلمي الصح، انهم يحاولوا معاهم يقترحوا عليهم مشكله من المشكلات الموجوده بالبيئه، ويبداوا الولاد يشتغلوا عليها ويوجدوا حلول خارج الصندوق زي ما بيقولوا يعني، علشان يشجعوهم على الثقه بالنفس والتفكير السليم والوصول لحل ممكن يكون موفر في الوقت، ممكن يكون موفر في الماديات، ممكن يكون اسلم من حيث التلوث البيئي او غيره. يعني لازم يكون في ميزه مختلفه عن الحلول الموجوده حاليا، فعشان يوصلوا لحلول امثل منها. تمام، خليني احيي حضرتك واقول لك ان حضرتك ام مثاليه، وانك عظيمه فعلا، انك قدرتي تربي التربيه دي وتطلعي ولد بالثبات والقوه دي كلها، فانا بحييكي جدا. طب فين مصطفى بقى؟ فين العالم الصغير بتاعنا؟ مصطفى معانا. يا اكلمه بقى. الو مصطفى، ازيك؟ ازي حضرتك؟ ممكن تسمح لي انا واللي معايا في الاستوديو ان احنا نحييك اول حاجه نبدا بيها كده؟ انا هسقف لك انا وكل اللي معايا هنا، بنحييك وبنسقف لك. ربنا يخليك يا رب، الف الف شكر. الله يخليك. ايه القوه والثبات ده؟ تسلمي لي. واقف بتتكلم بطل يا ابني، برافو عليك. الله يخليكي، الله يخليكي، الف الف شكر والله. حبيبي انت يعني تستاهل. لا لا تستاهل، تستاهل. البادي لانجوج بتاعتك دي عجبتني، انا بحب العيال الجامده وانت بطل. ما شاء الله. قول لي بقى، انت عايز تطلع ايه لما تكبر؟ انا امنيه حياتي اكمل في اللي انا بداته، يعني انا عايز منحه سواء داخليه او خارجيه ادرس بيها طب، بحيث اكمل في المشروع اللي انا بداته. يا ابني انت الطب بالنسبه لك هيجي لك كده، احنا غلابه جنبك يعني. احنا بنتمنى والله، بنتمنى. لا انت عبقري، انت لازم تبقى عارف ان انت شاطر وعبقري، فانت ما تقلقش. قول لي بقى، الفكره جات لك منين؟ يعني انا فاهمه ان مامي كانت تعبانه وبتعاني من تعب، وانت عشان ابن بار ومحترم تعب ماما اثر فيك وخلاك تفكر ازاي تعالجها. فقول لي ازاي وصلت لفكره انك تجيب دهون من البطن وتحقنها في الرجل؟ ايه ده، عملت كده ازاي؟ والله هو الفكره ابتدت زي ما ماما حكت لحضرتك، يعني انا سالتها في الاخر هي ازاي بتتعايش اصلا مع الشوكه بعد طبعا ابحاث كتير وكده. طيب بعد كل ده هي اصلا ازاي بتتعايش مع الشوكه؟ لقيت ان هي بتستخدم الوسادة السيليكون اللي هي بتبقى اسفل القدم. أيوه. وسادة السيليكون خارجيه. أيوه. تمام. فانا دوري انا وصفوت معايا في البحث صفوت جرجس، كان عجبتني الحته دي قوي، ان انت عندك فكره الشريك، ان انت مش عايز تاخد الموضوع لوحدك، وفضلت تقول انا وزميلي انا وزميلي. انتهاي. لا ما هو انتهاي. البحث مش بتاعي لوحدي. لا احمد زويل كان دايما يقول كده، انا وفريق العمل، فانت هتبقى احمد زويل القادم. يا رب يا رب يا رب ان شاء الله. الله يخليك يا رب. كمل يا حبيبي. فاللي هو الايه، كنا عايزين نعمله وساده شبه الوساده السيليكون دي، بس تبقى داخليه، تبقى جوه جسم المصاب. تمام. فبعد طبعا ابحاث كتير وبعد اللي هو بقى ايه تفكير، لقينا مثلا يعني هي جت في بالنا كده اللي هو طيب دكتور التجميل مثلا لما بيجي له حاله حرق او كده بيعمل ترقيع من جسم المصاب ويبدا يحقنها تاني مكان الحرق. مظبوط. بحيث ان هو يملى فراغات. صح. احنا قلنا طب ايه المشكله لما نجيب دهون ونحقنها في الكعب؟ ايه الشطاره دي؟ فبس هي دي الفكره. انت طبيب بالفطره يعني. طبيب بالفطره يا مصطفى. الله يخليك يا رب. بقول لك ايه، اسالك سؤال بيني وبينك، ما حدش سمعنا يعني. مامي عملت العمليه دي ونجحت فعلا؟ يا فندم. طبعا لو ما نجحتش. ما انا بقى عايزك تقول بقى. ما انا ممكن ما كانتش نجحت، ما كنتش عملتها قدام سياده الرئيس يعني. مامي دلوقتي حاسه انها احسن ومرتاحه ورجليها بقى. الحمد لله. الحمد لله. عليك. اكيد اكيد. الحمد عليك. لله. الحمد لله. قول لي مين مثلك الاعلى يا مصطفى؟ انا بشوف دكتور مجدي يعقوب. ايوه. يعني مبتكر ومخترع ويعني وانساني. أنا صراحة يعني نفسي أكون حاجة كده بإذن الله إن شاء الله. وهتكون بإذن الله. بإذن الله. مصطفى حبيبي أنت شرفتنا ونورتنا، مشروع عالم قادم حتى لو في الطب، فأنت عالم في الطب. أشكرك جدا على وجودك، ومدام هبة بشارة معانا، شكرا لوجودك. تسلمي لي يا فندم. حبيبي شكرا. أنا فرحانة بيه قوي قوي يعني، حاسة إنه ابني والله. هو كبير طبعا عليا، بس أنا والله حاسة إنه هو ابني.
امبارح برضو من ضمن الحاجات الحلوة واللفتات الحلوة اللي كانت موجودة في احتفالية المنيا الجديدة هو تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للراحل عمار الشريعي. عمار الشريعي مش أنا اللي هتكلم عنه، أعماله العظيمة هي اللي بتتكلم عنه. راجل موسيقار كبير جدا، ليه أعمال كبيرة جدا عمرنا ما بننساها، كتيبة الإعدام ودموع في عيون وقحة وكتير كتير كتير، وكركم في الشارع بيملوني أهو البريء، يعني بيغششوني شوية لكن هم عارفين. الحقيقة أنه هو طبعا موسيقار كبير جدا وعظيم جدا وعبقري في مجاله، فالحقيقة أنه كان شيء سعيد جدا وتكريم يعني حلو جدا من الدولة أنها تكرمه، واستلم التكريم مراد الشريعي، واعتقد ان هو كمان معانا على التليفون. استاذ مراد الشريعي بنرحب بحضرتك. اهلا بيكي، مساء الخير، واشكرك على التقديم الجميل. لا ده اقل حاجه، ده عمار الشريعي. قول لي او عمار الشريعي من المنيا اصلا؟ مظبوط، يعني احنا من المنيا واتكرمنا في المنيا. مظبوط، العوده الى البذور. احنا اصلا عيله الشرايع كلها في المنيا، في مركز سمرود بالاصح. فبابا اتولد في المنيا، وكانت يعني سن الطفوله كله تقريبا قضى في المنيا، نقل بس القاهره مع العيله لما التحق بقى بالمدرسه والدراسه وبعد كده الجامعه. طب بقول لك ايه، انا دايما بشوف عمار الشريعي ده طيب قوي، هو كان طيب بجد كده في البيت؟ طبعا كل الطيبه والحنيه اللي في الدنيا يعني. اصل انا كل ما ببص له بحس ان هو قد ايه طيب وحنين، صوته فيه حنان، كلامه فيه حنان، جسمه هو بيتحرك فيه حنان، الراجل ده كان عبقري بجد. اه والله، لا يعني حقيقي، يعني اب ما فيش بعده، يعني ربنا يرحمه، عظيم. الحنيه دي غرقنا بيها في البيت الحقيقه. الله يرحمه ويحسن. طب كلمني بقى عن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشوار الراحل عمار الشريعي. طبعا كنت فخور جدا بالتكريم من السيد الرئيس، وظاهر يعني بالذات انه يعني غير ان التكريم طبعا جاي من اكبر واعلى جهه في الدوله، انه كمان يجي من بلد بابا يعني في محافظه المنيا مع افتتاح المنيا الجديده. فده كمان يعني ازداد الشرف، لانه حسيت انه فعلا كان بابا الغايب الحاضر معانا، يعني هما بيفتتحوا المنيا الجديده. العظماء لا يموتوا ابدا، العظماء بيموتوا اجساد بس، لكن اعمالهم بتفضل خالده وموجوده وسطنا، يعني دايما هتفضل تلاقي اسم عمار الشريعي بيتردد طول العمر، لان اعماله هتفضل خالده. ده حقيقي فعلا، ده حقيقي، ربنا يخليك. طب انت هتكملي طيب تكريم، كان احساسك ايه بقى والريس قال لك ايه كده بينك وبينه؟ يعني احكي لنا شويه حاجات كده. لا هو الرئيس يعني فاجئني الحقيقه، بيقول لي انه كان فاكر حلقه من برنامج بابا غواص صباح النجم، كان بيستمع لي يعني زمان، فبيقول لي في حلقه كان والدك بيتكلم فيها يعني عني انا، طب وانا صغير يعني، فانه الزمن والعمر جه يعني اني جيت بقى اشوفه وانا دلوقتي كبير ومتخرج. ف ما شاء الله. بس فده كان انت ما حاولتش تشتغل بقى في المزيكا ولا الفن خالص؟ ده أنا معلش يعني أنت ما حاولتش تتجه للفن والمزيكا والحاجات دي؟ لا أنا بعزف البيانو كهواية الحقيقة، بس لا الاحتراف دخلت كلية هندسة ما بقيت شوية بس يعني. ابن الوز عوام برضو ولا إيه؟ ابن الوز عوام؟ يعني هو كان دايما بيقول لي إن وداني حلوة الصراحة وسميع يعني. طيب كلمني شوية عن عمار الشريعي الذي لا يعرفه أحد، إدينا شوية أسرار. بس انا احب الاسرار. اقدر اقول لك ان هو بجد كان انسان دايما اللي في قلبه على لسانه، يعني في ناس كتير يمكن لما يتفرجوا على لقاءات لفنانين او كده يقولوا يعني يا ترى هم فعلا كده في البيت يعني. أيوة. ولا ده بس يعني ايه الكلام اللي بيقولوه مثلا في اللقاءات والحلقات وكده. لا هو بابا كان فعلا اللي في قلبه، يعني الشخصيه اللي انتوا كلكم عرفتوها وحبيتوها هو ده بالظبط بابا اللي في البيت، يعني ما فيش اي اختلاف خالص ولا في المعامله ولا في التعامل يعني. وكان دايما مش واخدها ان انا ابنه بقى ولازم يكون كده في شويه قواعد وحاجات، لا خالص، يعني اتنين صحاب ده كان طول عمره اسلوبه يعني. الله يرحمه ويحسن اليه، احنا سعداء جدا بالتكريم ده لوالدك لان احنا بنحبه يعني. يعني هو والدك بس هو بتاعنا كلنا. ربنا يخليك. مراد الشريعي شرفتنا ونورتنا، والف مبروك على التكريم. شكرا جزيلا، الله يبارك فيك. امبارح كان في الاحتفاليه بتاعه المنيا الجديده، الحقيقه ان الرئيس عمل مجموعه من التكريمات كلها كانت كويسه جدا ولازم ان احنا نتكلم عنها، من ضمنها التكريم الخاص للدكتور ضياء عوض ابو العطا، وده استاذ مساعد بكليه الفنون الجميله بجامعه المنيا. الجائزه دي كانت لتصميم الميادين،
الحقيقة إنه الفترة اللي فاتت وعلى السوشيال ميديا وأكيد أنتم متابعين كنا بنشوف تصميم في تصميمات في الميادين وتماثيل حاجة يعني مشينة، يعني إحنا أحفاد المصريين القدماء اللي عملنا كل الحضارة دي كلها، وعندنا مصر كلها فنانين، وعندنا في كلية فنون جميلة في كل حتة بنعمل ميادين غريبة جدا بتخلي الناس تصورها وتقول لك هو إيه العفريت ده اللي موجود ده موجود في الميدان ده، أنا نفسي كنت بتخض مين ده؟ مين العفريت ده؟ عشان كده احنا معانا على التليفون دكتور ضياء عوض. بنرحب بحضرتك يا دكتور. اهلا 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 وسهلا. الف الف مبروك التكريم. الله يبارك فيك، اشكرك جدا يعني الاستضافه في البرنامج ده يشرفنا. يعني اتفضل. اكد المعلومه اللي حضرتك بتتكلمي فيها. طبعا. ان الميادين اللي احنا بنشوفها للاسف هي مشكلتها كانت ان بعض الجهات او بعض الشركات مش متخصصة قوي أو مش عايز أقول بعض المحليات بتستعين بناس مش متخصصين تمام إن هم يعملوا أعمال نحتية. فعلشان كده احنا دايما بننادي أو بنتكلم إن لازم الموضوع ده يبقى من خلال الجهات المختصة. احنا عندنا كليات فنون جميلة كتير، وعندنا تربية فنية تربية نوعية وكليات خاصة ومعنية بالفن، وفي ناس فنانين كتير جدا في مصر أسماء ورموز لهم باع كبير جدا في الفن. فانا اقترحت او يعني احنا كلنا بنتكلم لازم يبقى في لجان مشكله، يبقى في مسابقات، وده اللي خلانا يعني مسابقه العاصمه الاداريه لما اتعملت اتعرضت بشكل رسمي على موقع التنسيق الحضاري، ناس كتير جدا شاركت فيها، انا والمجموعه او الفريق العمل اللي احنا كنا فيه شاركنا زي اي حد بتصميمات توافق عليها، دخلنا المسابقة، فكان من حسن حظنا إن خدنا المركز الأول. اللي هو تصميم اللي هو كان تصميم ميادين العاصمة الإدارية كلها، كان حوالي 8 ميادين. فأنا بصفتي كنحت وكان معايا دكتور وليد شورى معماري ودكتور أحمد السباعي معماري، إحنا عملنا فريق متكامل والحمد لله كان من نصيبنا إن إحنا خدنا المركز الأول في المسابقة. فده تأكيدا النقطة اللي حضرتك بتتكلمي فيها. طيب تسمح لي يا دكتور من البرنامج هنا، من برنامج اللي حصل في قناة هي، ان احنا نحط ايدينا في ايدين حضرتك وحضرتك تتبنى مبادرة لتجميل ميادين مصر، يعني ليه ما نطلعش نطلب ان يبقى في مبادرة؟ احنا عندنا كليات فنون جميلة واحنا عندنا فنانين كتير ونحتين اساتذة وعتاولة، واحنا بنشوف ده حتى في مشاريع التخرج بتاعت العيال اللي لسه بيتخرجوا بيعملوا حاجات انا بقف اتفرج بنبهر. احنا عندنا ده موجود. فاحنا هل تدعو معايا وتتبنى معانا مبادرة لتجميل ميادين مصر؟ اتمنى اعمل كده طبعا، ويشرفني ان انا اعمل حاجة زي كده. وللعلم في يعني الاتجاه ده بدا يسود الى حد ما. يعني في حاليا من حوالي شهر في مسابقه شبيهه بكده اللي هي محافظات مصر. أيوة. تجميل محافظات. يعني بداوا يبقى في ناس بتهتم من خلال اعتقد التنسيق الحضاري المهندس محمد ابو ساده. ايوه متبني حاجه زي كده ان هم حاليا عملوا زي مسابقه اقتراح ميادين للمحافظات. ايوه ودي حاليا مقامه. احنا عايزين نمنع بس ان كل واحد بتاع جبس يصحى من النومه، خلينا واضحين كل واحد بتاع جبس كده بيقوم طالع عامل تمثال عفركوش وحطه في الميدان وبعدين ده بيتصور وبينزل على السوشيال ميديا وده بينقل صوره مش كويسه عن مصر. احنا مش ناقصين فنانين، احنا ما عندناش اكتر من فنانين. او للاسف كمان يعني الكلام ده حصل مثلا من حوالي 3 4 سنين بدانا نشوف الكلام ده على السوشيال ميديا. الا ان حتى الان لسه احنا فوجئنا مثلا في الصعيد من كام يوم حاجه زي كده وبموافقه المحليات، فده كلام مش لا يليق. هذا كلام لا يليق طبعا بمصر، لا يليق ولا يليق يعني باسمنا. احنا عندنا كام كليه فنون جميله في مصر تقريبا؟ احنا تقريبا عندنا حوالي 8 كليات متوازيين على مصر. 8 كليات مليانه فنانين. احنا عندنا في الاقصر يقدروا يعملوا جداريات محترمه، يقدروا يعملوا تماثيل يعني نحوت محترمه، فاحنا مش ناقصنا حاجه. أنا مش هقول لحضرتك الاساتذه فقط والفنانين، انا بتكلم على الطلبه. واحنا كلنا بنشوف مشاريع التخرج الحمد لله السنين اللي فاتت ديت الشباب الجيل الجديد كله الحقيقه حاجه تدعو للفخر. بالظبط، يعني احنا مبسوطين بيهم جدا، كل المشاريع بتاعتهم على مستوى عالي جدا جدا، وناس في ثقافه بدات تنتشر. خلاص انا هتابع السوشيال ميديا عند حضرتك والاقيك كاتب كده المبادره
وان شاء الله الدوله تستجيب لها ونعمل حاجه محترمه جدا. دكتور ضياء عوض، بنبارك لحضرتك على التكريم ومستنيين المبادره ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم، اتواصل مع حضرتك. شكرا جزيلا. طيب هنطلع فاصل، هم قالوا لي ان احنا لازم نطلع فاصل، هنطلع فاصل ونرجع نشوف اللي حصل. هما دلوقتي اصروا يرجعوا عليا وانا معايا فيديو النهارده جايباه من السوشيال ميديا خطير جدا. بعد اذن المخرج انزل بالفيديو الاول. ممكن تنزل بالفيديو الاول؟ يلا هنشوف الفيديو وارجع اعلق لكم عليه. يلا بلاي. اللي احنا بنقف ناكله، هات يا شوربه كوارع وسمين وممبار، وبوجهه نظرك دي لحمه ايه؟ السمين بقى برضه سقط الحمار بيستعمل ولا بيرموه؟ لا لا لا، سقط الحمار بيستعمل، كل حاجه في الحمار بتستعمل. الممبار، الفشة، ممبار الحمار. ممبار الحمار زي ممبار العجل بالظبط، زي العجل بالظبط، زي العجال بيستعمل. طبعا، ويتحط فيه الرز ويتسلق، ويبقى التمام وتعلق على العربيات بالصلاة على النبي، زي السلك بتاع النور كده بتاع الافراح، ويتعلق وجميل قوي خالص يا جماعه. محدش دخل جواه عارف ان ده ممبار حمار. طب ولحمه بقى الراس اللي بناكلها جوهره بقى وال لا يا بيه، بص احنا عايزين ناخدها واحده واحده. عايزين ناخدها واحده واحده عشان يبقى الكلام ليه اصول. كيلو ممبار النهارده من فاضي، يعني اللي هتشتريه النهارده ب 80 جنيه وب 90 جنيه كيلو الممبار. عايز بقى يتحشي ورز وخلطه. كيلو الفشه عند الناس اللي هم الجزارين، اللي هم بتوع الجزاره اللي بيذبحوا وبيبيعوا الحاجه بتاعت الصاد بتاع العجل. كيلو الفشه النهارده عامل 100 جنيه. كيلو الفشه. وبعدين انت بتجيب الكيلو، ما هو الكيلو يا اخوان ما الناس بنفهم برضه، الكيلو بيجي قد كده. كيلو. ايوه. بيتسلق ويكمر في المايه بيبقى قد كده. اما ما واحد يجي يقول لي هات رغيف ب 10 جنيه، يبقى هو الكيلو اللي انا القمر في المايه اللي قد كده دون مش هيعمل مثلا 7 ترغيف او 5 ترغيف او 6 ترغيف مثلا، ما يعملش. طب فين حق الحاجه؟ بلاش مكسبي انا بقى صاحب نور وميه وعماله وسلطه ومخلي ومعايا ناس شغاله، واقل واحد النهارده بيشتغل مش اقل من 200 جنيه. طب انت هتجيب له منين الراجل، الناس اللي شغاله تجيب لهم منين؟ تمام، انت عايز تكسب وتروح بفلوس، انت صاحب المحل. طيب يعني انت من رايك ان السمين قولا واحدا سمين حمار؟ لا ما يقدرش يجيب اللي هو العجال، ما يقدرش يجيب، يخسر. سقط الحمار بيستعمل. انا طلعت من الفيديو كله بسقط الحمار مستعمل. انا اكلت كام حمار انا دلوقتي بقى؟ الحقيقه انه المفروض ان اللي في الفيديو ده الاستاذ ميمي بحة، صاحب محلات بحة، يعني مش عارفه ده اعلان ولا ايه، يدفعوه هما بقى. هو اللي عامل الفيديو ده بيقول انه الممبار والفشه يعني مش عارفه بالظبط، عشان مش عارفاه بالظبط يعني، بس الحاجات دي بتتاخد من الحمير. استاذ ميمي نعم. بحة، انت معانا؟ حاج ميمي. انا الحاج ميمي بحة. ازاي حضرتك؟ ازيك وازاي كل سنه وانتم طيبين، ويعود علينا وعليكم بخير رمضان ان شاء الله. انت اللي في الفيديو ده يا حاج ميمي؟ الفيديو دوت من فابريك. انا الحاج ميمي بحة، وانا الراجل ده انا مش هسيبه. يعني ده مش يعني ده مش انت عادية. انا اول مره يحصل معانا من 100 سنه كده. طيب يا جماعه في الكنترول، معانا صوره للحاج ميمي، ممكن نحطها على الشاشه ولا حاجه؟ ايوه. انا شوف، انا بصور مع الاستاذ عمرو اديب. في صور ليه مع الاستاذ عمرو اديب. تمام. طيب يعني انت بتقول ان انت اللي مش في الفيديو ده، مش الفيديو ده مش بتاعك؟ لا مش بتاعه ورب الكعبه ابدا. انا هصور ازاي؟ مصدقك طبعا، مصدقك. هو حد يقول الكلام ده برضو؟ مين هو حد يقول الكلام ده برضو؟ معقوله يعني حد يقول الكلام ده على نفسه يعني؟ طب بقول لك ايه يا حاج ميمي. نعم. سقط الحمار بيستعمل ايه؟ سقط الحمار بيستعمل. والله ما اعرف ورب الكعبه ولا اعرف الكلام ده كله، لان الحاجه بتاعت الحاجات دي غير الحاجه بتاعت العجل يا ست الكل. انت بص للعجل وبص للخروف وشوف الحاجه دي هتيجي زي دي، عمر الحاجه دي ما تيجي. يعني في فرق ما بين
المنبار بتاع الحمار ومنبار العجل؟ والله ما اعرف، اكتب لي. لا ازاي ما تعرفش ازاي، اذا كنت انت متخصص في الموضوع يعني اكيد عارف الفرق ما بين العجل والحمار. عندي العجل اهو عندي المزرعه في المذبح ارضي اهو، وعندي مذبح فوق في في البساتين. طب انت عندك سندوتش المنبار، سندوتش المنبار بكام؟ ايه سندوتش المنبار مش هو بيبقى ساندوتش باين بكام؟ اقل حاجه ب 30 جنيه 30، وده سعر كويس يا جماعه في الكنترول قولوا لي ده سعر كويس. 30 رغيف البومبار، لكن الربع البومبار ب 50 جنيه وده برضو كده يعتبر سعر كويس. يعني هو كده يعني انت عايز تقول يا حاج ميمي انه انه الفيديو ده متفق يا ست الكل، البومبار فاضي ب 90 جنيه ايوه يعني وكده فاضي ب 70 جنيه ايوه اوكي. يعني انا يعني انا الحاجه اصلا هي الحاجه غاليه ما اقدرش انا ابيع اقل من كده. طب عايز اسالك يعني سؤال، 30 جنيه والربع ب 85 جنيه. عايز اسالك سؤال يا ست الكل، انا عرفت ان انت كنت في مباحث التموين النهارده. ايوه لازم اعرف، وعملت اجراءاتي القانونيه والمحامي شغال. هم اللي جولك ولا انت بيجي ده؟ هم اللي جولك ده مسلط، وده جاي من اسكندريه بتسلط ليه علينا هنا يعني؟ ده بقول لك بتاع اطاره في اسكندريه الراجل ده. قصدك انت يعني بالذات يعني؟ ايه؟ هو قصدك انت قاصد يضرك انت بالذات؟ قصدي ايه؟ قاصد يضرك؟ عايز يضايقك؟ والله ما اعرف، عايز بقى يركب ترند على حسابي، على حساب المحل. هو ركب ترند ما دام وصل لنا على حساب ليها ناس فيها سمعتها. بقى هو ده اللي انا شايفه، لان هو يعني انا اول مره اسمع عنه واول مره اشوفه. هو ازاي يعني ياخد شخصيتي ولا انا الحاج ميمي؟ طب اذاك ازاي الفيديو ده يا حاج ميمي؟ اذاك ازاي يعني ايه اللي حصل لك لما الفيديو ده اتنشر؟ وربنا انا اتحصرت، انا اول مره يحصل لي كده. انا لمؤاخذه لو انا بعمل كده كنت قفلت ومشيت، لكن انا صممت قلت الساعه انا اتلاقي كنت اقومين نازل قلت لهم انزلوا شوفوا الثلاجات شوفوا البضاعه، انا ما بعملش حاجه غلط. طب ممكن يا جماعه بس نحط صوره الحاج ميمي من فضلكم؟ الشارع دوت لمؤاخذه السيده زينب واخره الحسين وسط البلد باب اللوق. يا زغلي حطوا بدالي انا الفيديو بعد اذنكم، خلوه يبص لنا كده عشان نشوف. واحنا هنا عندنا الحي والتومين وكل الناس بتيجي كل يوم بيجوا لنا. طيب لما اتنشر الفيديو ده التموين جات لك النهارده؟ ايه؟ لما اتنشر الفيديو التموين جولك؟ مباحث التموين جولك؟ اه لما اتنشر الفيديو يعني مباحث التموين اتحركت على طول؟ كل الناس اتحركت مش مباحث التموين بس، وخدوا من عندك عينات ولاد الدنيا كلها اتقلبت. وخدوا عينات من عندك؟ وخدوا عينات. امال انا هيسيبوني؟ لا حللوها. طب والنتيجه طلعت ولا لسه؟ لسه بيشوفوا النتيجه هم يعني هم برضو هم مشكوك يعني. انا اول ما جم فتحت لهم الثلاجات وشافوا الحاجه كلها تمام. طب هل طب بقول لك ايه يا حاج ميمي، تفتكر في بقى تيجي التومين والناس الساعه أنا كله بينزل طبعا؟ ما هو ده فيديو، ده كارثه، وأنا غلط ده فيديو مصيبه. ما بقاش عليا زحمه دلوقتي، فيديو مصيبه يا حاج ميمي. طب بقول لك عايزين بيه زباين حريم قاعده، طلع احنا شفنا الفيديو وما صدقناش وجينا برضه ناكل. يعني الناس شافت الفيديو جت تاكل عادي؟ والله العظيم اقسم بالله ده انا قلت انا مش هاكل من بره تاني. انا مش قلت انا مش هاكل من بره تاني يا حاج ميمي، ده انا واكله حمير كتير. انا قلت انا مش هاكل من بره تاني لان انا كده بقى واكله حمير كتير قوي، بس انا بحب المنبار. مفيش الكلام دوت، واحنا بلدنا بخير والناس اللي بتخاف ربنا كتير. وخلي بالك الناس اللي بتخاف ربنا كتير ما بتسمعش اشاعات، دي اشاعات اشاعات على البلد وعلى اللي فيها. طب احنا عملنا لك ده احنا كده عملنا لك دعايه ببلاش يا حبيبي. بيطلعوا عليها اشاعات وناس ناجحه كتير طلع عليها اشاعات اكتر من كده، ومحلات كتيره وكبيره ومشهوره وطلع عليها اشاعات وربنا سبحانه وتعالى ستر معاهم. طيب احنا عملنا لك اعلانات ببلاش اهو، انت هو في بحه تاني غيرك ولا حاجه؟ حد ايوه عندنا بحه في قطر وبحه هنا. لا مش قصدي، استنى بس استنى، صل على النبي. انا قصدي حد واخد الاسم وعامل بحه تاني غيرك. لا مفيش حد، كلنا اخوات واولاد اخواتي، ومحدش بياخد سقط الحمار. علامه مسجله، احنا مسجلين بحه. يعني مفيش حد منهم بياخد سقط الحمار، انت واثق يعني؟ ايه محدش في اخواتك واولاد عمك بيستخدم سقط الحمار؟ يا مدام مفيش الكلام ده، لسه مفيش الكلام ده، مفيش حد يعمل كده والله. اقسم لك بالله مفيش الكلام ده عندنا في مصر. ليه ما نعمل مستورده؟ انا بص بقول لك ايه، ايوه حضر لي بقى، حضر لي سقطين كده وانا هخلص الهوا واجيب الرجاله ونجيلك. ماشي انا مستنيك.
اتفضل يا حاج ميم. اتفضلي يا ست الكل اتفضلي. طيب ممكن استاذن الاعداد يجيبوا لنا الدكتوره شيرين زكي عشان عايزه اسالها بس افرق بين الحمار والبقره ازاي عشان الموضوع كده بقى صعب. دكتوره شيرين زكي وكيل نقابه البيطريين، اهلا وسهلا بحضرتك. مساء الورد استاذة ريهام، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. انا دلوقتي وانا قاعده بتفرج كده الصبح على السوشيال ميديا لقيت بيقول لي سقط الحمار بيستعمل، وانا اول ما بدخل اي محل اول حاجه بطلبها طبق ممبار، فانا عرفت ان انا واكله حمير كتير يعني، فقولي لي انا افرق ازاي بين ممبار الحمار وممبار البقره او الجاموسه؟ هو والله في البدايه انا كنت يعني قبل مداخله الحاج ميمي كنت هقول لك هو بالفعل الشخص اللي ظهر ده مش هو الحاج ميمي، وان كان هو لما اتكلم برضو ما اتكلمش عن محلات بحة وانما اتكلم عن العربيات اللي هي الواقفين في الشارع اللي في الشوارع. في كل الاحوال هناك اختلافات تشريحيه بين الجهاز الهضمي للفصيله الخيليه عموما بما فيها الحمير والفصيله الخيليه للمقترات او اللي بنسميها المواشي، ومن اهمها طبعا انه معده الفصيله الخيليه هي معده واحده صغيره مش اربع حجرات زي اللي موجوده في المواشي. بالنسبه للممبار انا عايزه اقول لحضرتك بس حاجه بسيطه قوي، انا طلعت في احد البرامج في على احدى القنوات الفضائيه كنت جايبه لحوم حمير وكنت جايبه لحوم عاديه، شفت حضرتك من الاعداد ان هو جزء يكون ني وجزء يستوي عشان نعرف الناس الفرق ما بينهم. فين اللون؟ انا عايزه اقول لحضرتك انه الناس في المطبخ بتاع القناه ما كانوش متحملين ريحه اللحمه مش ريحه الممبار. الفصيلة الخيلية خاصة الحمير بتصدر روائح كريهة جدا عند التسوية، وده لما بنتكلم عن اللحمة مش كمان بنتكلم عن الأمعاء. طب هي بتستوي في المطبخ هتطلع ريحة وحشة في المطبخ لما تطلع لنا احنا على الترابيزة؟ رائحة اسطبلات بتبقى بالفعل ريحة عاملة زي ريحة الاسطبلات يعني بجد. عارفة احنا لما بيحصل معانا حاجة زي كده بنفتكر ايه؟ مش منظفين الممبار كويس. لا 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 ملهاش علاقه. الفرق بين ريحه الاسطبلات والريحه بتاعه منبار الفاسد او اللحوم الفاسده فرق مختلف تماما، ده بالاضافه للون نفسه كمان بيبقى مختلف، لون اللحوم كمان بيبقى مختلف. لذلك يعني اغلب الضبطيات اللي احنا عملناها كاطباء بيطريين بتكون هذه اللحوم عباره عن لحوم مفرومه عشان تضاف على المفروم البلدي تقلل من الكوست او من السعر لاخفاء معالمها، وطبعا بتحط عليها توابل كتير قوي تداري الروائح دي كلها. نعم تداري الروائح دي كلها السبايسز استحاله هيقدر يستخدمها. يعني احنا عملنا ضبطيه في مديريه الطب البيطري من كام سنه كان جايبين 7 طن لحوم حمير عبال ما اتحفظنا عليها علشان النيابه تصدر قرارها فيها. عايزه اقول لحضرتك ان ثاني يوم لما طلعت بقى والثلج ابتدى يسيح من عليها اللون الاسود رهيب جدا والريحه كانت جايبه الشارع كله، فمش طبيعي ولا منطقي الكلام اللي قاله هذا الرجل، انا مش عارفه هو مين. بالاضافه لان برضو انا عايزه اطمن الناس عن حاجه، مش معنى ان رغيف الممبار اللي بيتباع مثلا على العربيات، وان كان انا بطالب طبعا بالرقابه على كل هذه الاماكن سواء محلات او عربيات، الكبده بقى والحاجات الكتير دي على العربيه ب 15 و20 جنيه أيوة. حضرتك بصيتي له هتلاقيه موفي حقه، لان الممبار بيتراوح سعره البلدي ما بين مثلا 80 و100 جنيه، ده ني لسه بيتحشي رز وبيتحشي التوابل وبيتحشي الخضره، فالكيلو هيطلع لك بتاع 3 كيلو حضرتك هتلاقيه في الرغيف كله حاطط لك قطعه مش ايوه ما انا بقول لك فاضي من جوه قطعة أيوة. على حته كبده صغيره طبعا أيوة. كبده مستورده على حته مش عارف ايه والباقي كله بصل وفلفل متحمر مع الحاجه مظبوط. فلا ما قلناش بنلاقي حاجه في الساندوتش، الساندوتشات ما عادتش فيها بركه والله يا دكتوره. يا فندم ما انا بقول لحضرتك بتكسب كويس قوي هو مش محتاج. طب كان من باب اولى ايام ما كان في الممبار المستورد ده كان ارخص له بكتير يعني ان هم يجيبوه. الحمير عموما 90% منها بيتم قتله او ذبحه لاستخدام الجلود لان في مافيا او سوق سوداء للجلود عشان يتم تصديرها. طب خليني اسال حضرتك سؤال هنا، هو مش الحمار ده اغلى من البقره ولا ايه؟ اصل انا اللي انا اعرفه ان الحمار مش حاجه رخيصه برضو غالي يعني. لا هو في كل الاحوال استحاله يكون طبعا اغلى من البقره لكن سعر الحمير ارتفع جدا من بعد ما الصين اقبلت على استيراد كميات كبيره من الحمير لانها بتاخد جلودها بتاخد الجلود فقط علشان المنشطات الجنسيه اللي تحت الجلد
اللي بتستخدم في الاسواق الخاصه بالادويه الخاصه بالمنشطات، غير بقى مواد التجميل اللي بتطلع منها والكولاجين والكلام ده. فبالفعل في ضبطيات لحوم حمير حصلت في مطاعم، حصلت في مطاعم ومش عربيات، يعني احنا بنتكلم عن مطاعم. لكن اغلب اللي تم ضبطه كان عباره عن لحوم مفرومه، مورد واحد بيجيبها وبيوزع على عده محلات، اذا ما كانش المحل عنده المزرعه بتاعته او المحل عنده المورد الخاص بتاعه. فده بالفعل حصل، لكن ما حصلش قبل كده ان احنا ضبطنا منبار او سقط خاص بحمير لصعوبه، او يعني انا مش عايزه اقول بس في لحم حمير. طب ممكن حضرتك تخليكي معايا، خليكي التشريحيه بين اكيد دكتوره شيرين، خلي حضرتك معايا لان احنا معانا الحاج حسن بحى على التليفون. حاج حسن معايا؟ السلام عليكم. عليكم السلام، ازاي حضرتك؟ ازي استاذ حضرتك؟ شفت الفيديو؟ ناس بعتولي الفيديو، طبعا الكلام ده كله مغلوط. يعني ده مش من عيلة بحة الراجل ده؟ لا يا فندم، لا ده مش ده، لا اصلا احنا استفسرنا ورفعنا قضية، وفي نفس الوقت هو اتفهمت غلط. هو الراجل ده عرفنا ان هو من اسكندرية ومنزل فيديو بيقول ان العربيات اللي في الشوارع بتبيع سمين، بتبيع رغيف ب 10 ب 15. هو ممكن يكون عنده حق، لان مفيش حاجه ب 10 ب 15. احنا كيلو فرشه بنجيبه غالي وكيلو منبار بنجيبه غالي. احنا حاجتنا كلها بلدي، عندنا مزارع بتاعتنا وعندنا مجازر بتاعتنا، واحنا بناكل حاجتنا كلها من المجزر الالي بتاعنا. كل حاجتنا يعني للمجزر. انت قصدك ان العربيات اللي في الشارع دي ممكن فعلا تكون بتجيب حاجات؟ معلش نتكلم بصراحه، واحد بيبيع لك ريف ب 15 او ب 20 او ب 10. ما الدكتوره شيرين بتقول لك انه فاضي يا حاج حسن، ما بتقول لك ان هو ما فيهوش يعني غير حته منبار ولا حته كبده، فعادي انه يتباع رخيص، مش مليان يعني الريف مش بخير. برضه حاجه يعني موضوع الحمير والحاجات دي مش هقول غلط وكل حاجه، بس هو اصلا الحمير ببلاش، ما الحمير بفلوس، الحمير غاليه وغاليه جدا. بس هو اللي بيبيع حاجات رخيصه كده بيبقى بيستقضى حاجات، ما معلش مش كويسه، مش كويسه. ممكن تبقى لحمه برضو عجول وكل حاجه بس انتهت. حاجات احنا بنقول عليها ايه، بايظه بالعربي، بتحط بقى عليها وايه يعني والشطه والحاجات دي كلها. ما تحسيش وانت بتاكلي. تمام. لكن احنا محلاتنا كلها الحمد لله احنا لنا اكتر من 10 فروع. خلاص انا قلت للحاج ميمي ان احنا جايين نتعشى عندكم النهارده. شكرا يا حاج حسن. نورينا في اي فرع يا فندم، احنا عندنا فروع كتير، فرع هنا في مدينه خلاص مصر. بقى اعلانات كده كتير قوي. شكرا يا حاج حسن. دكتوره شيرين، لو انا دلوقتي انت بتقولي في لحمه مفرومه موجوده فعلا وعملته ضبطيات، طب لو انا من حظي وكلت كفته حمير ايه واقعها عليا؟ والله على حسب حاجات كتير قوي. طبعا لا يمكن ان يتم استخدام لحوم خاصه بحمير عافيه قادره على الشغل. بالغالب بتبقى حيوانات مريضه، حيوانات تعبانه، حيوانات مسنه، او حتى على الاقل يعني نفقت وبيتم استخدام لحومها. الطبيعي ان هذه الحيوانات لما بيتم ذبحها في اماكن، طبعا دي اماكن غير مرخصه. واماكن تفتقد وتفتقر الى ابسط درجات النظافه والهيجين اللي بنتكلم عنهم، فهي لحوم ملوثه جمله وتفصيلا. لما بيتم استخدامها على حسب الكميه اللي مستخدمه، كميه التوابل المستخدمه، باقي الحاجه اللي محطوطه عليها سواء دهون او لحوم اللي هي فاسده ولا صالحه، من هنا بيجي التاثير. اكيد طبعا ابسط حاجه هتحصل النزلات المعويه والتعب اللي الانسان بيحس بيه واعراض التسمم الغذائي. ده غير بقى حاجات تانية ممكن تصيب الناس على اللونج ران زي جرثومه المعده وبعض وده بقى منتشر جدا يا دكتور. يعني جرثومه المعده انا بقيت الاحظ انها منتشره جدا في الفتره الاخيره دي بالذات. دكتوره جداً طبعاً. دكتوره شيرين زكي وكيل نقابه البيطريين، شكرا لوجود حضرتك معانا. انا بعد الخبر ده يعني مش هقدر اكمل، لازم اطلع بريك عشان انا تعبت والله من يعني يلا اطلعوا فاصل يا جماعه ونرجع نشوف اللي حصل. We'll be right back.
رجعنا بعد الفاصل والحلقة، والحقيقة أن الفقرة دي عزيزة جدا على قلبي أنا شخصيا، لأن إحنا معانا ضيف مهم جدا جدا بالنسبة لي، الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر. أهلا بحضرتك. أهلا أستاذ هو إيهام. كان في مقدمة طويلة الأول بس أنا قلت أنت أحلى مقدمة ممكن أبدأ يخليك. بيها حضرتك منورنا، مبروك البرنامج ومبروك القناة. أشكرك. والتوفيق دايما. أشكرك يا دكتور، أنت شرفتنا. طيب احنا عندنا تصريح كده لوزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار بيقول ان 24.7% من المصريين عندهم امراض نفسية. احنا الحقيقة كلنا عندنا ازمة كده في حتة ان انا اقول ان انا عندي احتياج لمساعد او حد يساعدني بشكل نفسي، انه عيبة ان انا اقول ان انا رايحة لدكتور نفساني او بتعالج نفسيا انا او حد من ولادي، دي تبقى مشكلة. يعني يمكن انا عشان ام، فاحنا عندنا مثلا البنت اللي تقول ايه ده انا بروح لثيرابيست او دكتور نفساني او حاجات زي كده، يبقى في تحذيرات بقى من الام، ايه ده خدي بالك، لا دي عندها مشاكل نفسيه، لا ما تقربيش منها لانه دي كده تبقى عندها مشاكل. واحنا نفسنا الكبار نفس المشاكل، يعني لو واحده صاحبتي عرفت ان انا ممكن اروح لحد يعني حد بيساعدني نفسيا هتبقى مشكله وتبقى فضيحه. راي حضرتك ايه الاول كده قبل ما ندخل على الملفات في الكلام ده؟ هذا انا عانيت من ده اول ما جيت اشتغل في المهنه، يعني اول ما قدمت ورقي علشان اتخصص في الطب النفسي وانا كان قدامي الباب مفتوح لمجالات تانية كتير. فقدمت، فواحد قريبي قابلني قال لي انت قدمت في ايه؟ قلت له قدمت في الامراض النفسيه. ليه يا ابني كده تعمل كده؟ ليه؟ حرام عليك، تعالج المجانين. طب ابوك اللي رباك واخواتك، طب هيجوزوا اخواتك ازاي واللي صرفوا عليك وتعبوا علشانك؟ دول ضاعوا، دول انتهوا خلاص، مستقبل الاسره ضاع بين ايديك. مستقبل الاسره كله تاه. انا اتصدمت بصراحه، ما كنتش متخيل الموضوع بالشكل ده. وبعدين اول ما رحت كده، دايما اقسام النفسيه كانوا يخلوها كده في طبعا كنا في مستشفى جامعي بس برضو الاقسام النفسيه كانوا يخلوها في الحته البعيده اللي في اخر المستشفى كده. ايوه طبعا، الحته المقطوعه يعني. ده دايما في الافلام يجيبوهم معزولين كده بالظبط كده، عنبر مش عارفه سته وحاجه. الاسم فيه 45 مريض وانا في وقت من الاوقات كنت النايب الوحيد، فالمفروض مني اقعد اسهر طول الليل في وسطيهم. أيوة. ففي الاول كنت خايف يعني ما بين مجانين او كده ومضطربين، وبعدين اكتشفت في الاخر ان الناس دول اطيب ناس. وانه كنت احس بالامان وانا نايم في وسطيهم احسن ما احس بالامان وانا نايم في سكن الاطباء. فالوصمه طايله، الطبيب والمريض والعلاج كله ضايع في الحته دي. بالظبط، للاسف الشديد. اتعمل بقى جهود كتيره جدا على مستوى العالم وعلى مستوى مصر هنا علشان نحارب الوصمه. لان الوصمه دي بتعمل ايه؟ اول حاجه بتعمل تمييز ضد هذا الشخص المريض اللي ملوش ذنب انه بقى مريض نفسي. وان المرض النفسي اللي عنده ده زي الضغط والسكر والانفلونزا والتيفود وكل الامراض، بس هو حظه سيء ان هو يصاب بمرض نفسي. وبعدين دول مش قليلين يعني سيح. حسب تصريح معالي وزير الصحة، وده 24.7 ده كتير جدا. مسح سنة 2018 مسح قومي اتعمل وطلع فعلا هذا الرقم. فنسبة كبيرة يعني طبعا. ربع الناس عندهم اضطرابات نفسية. فلما نعمل تمييز ضد هؤلاء الناس ونعتبرهم حاجة وحشة، لا ده الأكتر من كده والأخطر. إنه الدكتور مصطفى محمود رحمة الله عليه ده مفكر عظيم، عظيم يعني حاجة كبيرة عندنا كلنا، لكن قال تصريح وكان له تأثير سلبي شوية. قال إنه المؤمن لا يصاب بالاكتئاب، ودي كانت مشكلة. فالناس اللي عندهم اكتئاب لما يعرفوا إن هم غير مؤمنين، ضعاف الإيمان وغير مؤمنين، بيكتئبوا زيادة ويمكن ينتحروا. فالفكرة دي برضو إنه الاكتئاب يعني ضعف إرادة، ضعف تدين، ضعف إيمان، كل ده برضو غير صحيح. الاكتئاب أو أي مرض نفسي يصيب. طب عمر حضرتك جالك اكتئاب؟ مش اكتئاب الحمد لله، لكن كلنا نمر بلحظات حزن ولحظات ألم في ظروف كتيرة. يعني في فرق ما بين الحزن والاكتئاب؟ والاكتئاب بالظبط كده. الحزن ده شعور طبيعي، مفيش حد في الدنيا ممرش بيه طبعا او بيمر بيه، يمكن حتى نمر لو بيه مات له حد عزيز 3-4 مرات في اليوم ولا حاجه. فيعني لكن الاكتئاب ده مرض. الاكتئاب مرض له خصائص معينه، لابد تتوفر 5 خصائص من الخصائص المكتوبة في تقسيمات الأمراض. ولازم الأعراض دي تكون بالشدة
اللي تخلي الشخص غير قادر على اداء وظيفته. يعني انا بقول ان انا عندي اكتئاب بتمحك في الاكتئاب. لا دي مبالغه. ما تلاقي ناس كتير يقول لك احنا كلنا مكتئبين يا دكتور، كل واحد في حته، كلنا مكتئبين يا دكتور، كلنا محتاجين علاج. لا انا على طول بهددهم في البيت، انا عندي اكتئاب، ما حدش يكلمني. يعني انت كده فضحتني يا دكتور، مش هقول حاجه ثانيه بقى. انت عندك اكتئاب؟ بيجي لي كتير والله. ده انت عملتي موجه مرح وبهجه ببرنامج القصه وما فيها، اسعد ملايين البشر. وانا يعني بحييك على الهوى، وانا كنت وما زلت من عشاق هذا هذه القناه على اليوتيوب، وبتابعك لانه محتوى هادف وقوي جدا وعميق جدا ومرح وخفيف ولطيف. انا والله وشي حمار يعني، بحسدك والله على هذه القدره انك في الظروف الصعبه تقدري انك تعملي موجه مرحه كده حلوه وتقدمي حاجه خفيفه لطيفه. أشكرك بهذا الشكل. اشكرك يا يعني دكتور، اشكرك، ربنا يقويك. عشان ما يقولوش بقى في الكنترول ان خدت الحلقه الفقره لحسابي. طبعا الكتب دي عشان بتوع الكنترول كلهم عينهم فيها، الدكتور محمد جايب لي الكتب دي هديه وكاتب لي عليها اهداء، فما حدش يبص لي فيها. ولا مامي، عشان مامي على طول بعتت لي صوره حضرتك على طول، مش انا بقول لك هي قاعده النهارده مفاجاه بالنسبه لها ان حضرتك. ما انا الجمهور بتاعي الامهات، ما اعرفش ليه هي من محبين حضرتك جدا، فهي تلاقيها قاعده فرحانه قوي. ربنا يبارك فيها. طيب خلينا نقول، مين اكتر عرضه للمرض النفسي، الستات ولا الرجاله؟ ربنا امر بالستر. ارجوك يا دكتور انصرنا. عارف ان الستات بيصابوا بالاكتئاب والقلق النفسي ضعف الرجاله. شفت بقى؟ مين الواحد؟ انا عندي اكتئاب اهو. مين الواحد؟ اهو انا هروح البيت اقول لهم انا عندي. عشان الستات بيحسوا. شفت والله يا دكتور انت صح، احنا بنحس اكتر فعلا. وعندنا الشعور بالقلق ده يمكن عشان العيال بنقلق عليهم قوي والحاجات دي. ده صحيح. هم قعدوا بقى يشوفوا طب ليه. وبعدين على فكره ده في كل الثقافات. يعني اتعمل الدراسه في 10 دول، واتعمل الدراسه بعد كده في 7 دول. تطلع نفس النتيجه، في اصرار على انه الستات. فقالوا بقى يمكن علشان الاضطرابات الهرمونيه، يعني هي في اول الشهر حاجه وفي نص الشهر حاجه وفي اخر الشهر حاجه. فالاضطرابات الهرمونيه قالوا كمان علشان التعلقات الكتير، لان المراه تعلقاتها اكتر. يعني الراجل او الشاب او الولد ولا يهمه، اللي راح راح واللي جه جه، اللي خصمه ولا مع السلامه، حد يموت من العيله ولا يهمه. لكن الستات بيتجرحوا جامد مع اي علاقه تضطرب او تتاثر، متعلقه بابوها اكتر، بامها اكتر، باخواتها اكتر، بجوزها، بولادها، بصحباتها. صحيح. فتعلقاتها كتير، وبالتالي يبقى ممكن ترتبط بالعربيه بتاعتها كمان. اي بالقطه. انا عندي واحده صاحبتي عملت حادثه بالعربيه، اتاثرت نفسيا بصوره، تقول لك لا غاليه عليا. بالظبط. كمان الستات ليهم ادوار كتير. يعني حضرتك بتشتغلي وبتعين تروحي البيت تشوفي الاولاد عايزين ايه، والزوج عايز ايه، وماما عايزه ايه، وبابا عايز ايه، وليك بقى يعني عليكي مهام كتيره جدا، اهتمامات كتيره. وبعدين حتى ما بياخدوش اجازات. حتى في الاعياد بيشتغلوا. في الاجازات بيشتغلوا. بشتغل طول الاسبوع. اربع ايام هنا وثلاث ايام للقصه وما فيها. مش عارفه اروح فين. بالظبط. كان الله في عونك. والله. لكن احنا كرجاله انت عارفه بنعمل كمان عندنا حاجه كده اسمها اون اند اوف. يعني بنيجي وقت صندوق اللا شيء. انا درست الصندوق. بيدخل في اللا شيء. بيدخل في صندوق اللا شيء خالص، ولا يهمنا اي حاجه خالص. يصطاد بقى، يعيش حياته. رايحين نصيف، نقعد على البحر كده ونبص على في السماء وفي الميه، والزوجه هي اللي قاعده تبص على العيال راحوا فين وكلوا ولا لا، وقاعدين وحطوا سان بلوك ولا لا، ويرجعوا مش عارف تعملوا ايه، وقاعد في صندوق لا شيء. على فكره الاعداد شريرين قوي، بس انا مش هقول هم قالوا ايه. طيب ايه الامراض النفسيه اللي ممكن تيجي للست بسبب الراجل؟ ديهم بقى، ديهم ما تسيبهمش. انا بصراحه حاسه ان انت جاي معايا، فانت ديهم بقى. هم الاكتئاب والقلق، هم الاكثر والقلب والضغط أكتر حاجتين. لا الامراض العضويه دي كتيره جدا. انا بحسيك سالي على الامراض النفسيه. الامراض العضويه كتير جدا، بالذات لما تبقى عايشه مع راجل رزل ورخم وقاسي وعنيف ومستبد. وبعدين الست دايما بتبقى عايزه تحافظ على البيت مهما كان الراجل ده وحش، فتستحمل، عايزه تستحمل. فهتستحمل قد ايه بقى؟ سنين طويله تقعد معاه 30 40 سنه وهي مش طايقاه من اول يوم. ليه؟ لانه خلاص بقت حامل بعد ما اتجوزت، فمش عايزه ابنها يتربى. استحملي عشان خاطر ولادك. استحملي عشان خاطر ولادك. فبتكمل تبقى تحت ضغط وملهاش مخارج. هنا بقى الضغط، السكر، الروماتويد، القلب، جلطات، مش عارف ايه، امراض جلديه، كل حاجه. شكرا الحاجات. يا رب. شكرا، اشكرك بشده. طب الستات بيجيبوا امراض نفسيه للرجاله؟ بجد والله. ما دول بيحصل له، يعني انا اسفه جدا مع احترامي لحضرتك، بس ما شاء الله ما بيحصل لهمش حاجه. يعني هو ما بانش عليهم.
بس هو بيحصل لهم يعني، ودي برضو هقول برضو دراسات عشان برضو ما بقاش متجني يعني. طيب. انه لقوا انه الرجاله اللي جالهم جلطات في القلب او جلطات في المخ او جالهم السكر او جالهم الضغط او حاجه، اكتر حاجه تاثر في الراجل جو البيت مش جو الشغل. اوكي. يعني جو الشغل ممكن يتحمله ويواجهه، لكن لما بيرجع البيت ويلاقي البيت في نكد، والنكد ده بقى يعني حاجة يعني عظيمة. عظيمة، انت عارفة شغلتنا يعني. عارف عادل امام لما كان بيقول لك ايه، انا موهوب في الحكاية دي، دي حضرتك دي موهبة. طب نعمل ده موهبة من عند الله دي. بس هي الست لما بتنكد على جوزها ساعات كتير بتبقى رغبة في التواصل، يعني بتنكد عشان يتكلم معها، عشان حتى يتخانق معها، عشان تعمل اي جو، اي منكش، اي منكش، اي منكش. يا عم كلمني يا عم. جر شكل للبيع. فبس هو راجل بيتاثر كتير جدا بجو النكد لو الزوجه نكديه، وبالذات بقى لو مسافره معاه في حته ولا حاجه. يعني الست لو مسافره مع انا بقى دكتور والله العظيم الرجاله اللي بتنكد في السفر، والله العظيم انت عارف. انت عارف بقى ان الرجاله هي اللي بتنكد في الصف، ويقعدوا يتلككوا على حاجات ملهاش اي وجود في الحياه. هو بينكشها وهي بتكمل وتعمل الواجب. ما تسيبني في حالي، انا عندي اكتئاب وقلق خلقه ربنا. والله العظيم يا دكتور قولي الحقيقه، في السفر مين اللي بيبوظ لنا المصايف كلها؟ والله الرجاله. انت حره بقى، انا اعمل ايه مثلا في قناتيه اقول لك ايه يعني. لا بس دي حقيقه، حضرتك دي حقيقه، الرجاله هم اللي بيبوظوا المصيف وعلى اي حاجه، اللي هو معدي كده اي حاجه. اللي تقوليه انا موافق يعني. خلاص تمام، موافق. الرجاله يا جماعه موافق. هي اللي بتبوظ المصيف. ده اعتراف من دكتور محمد المهدي، انفراد لقناه هي. بوظنا كده الطب خلاص. طيب خلينا نكون نسال برضو شويه عن الخلافات الزوجيه والمشاكل والخناقات والحاجات الحلوه اللي بتبوظ المصايف دي. هل هي تبقى متعلقه مثلا بالفلوس اكتر، بمشاكل الشغل؟ يمكن حضرتك قلت الرجاله الشغل ما بيأثرش عليهم، لكن المشاكل الماديه هي اللي ممكن تؤدي ان يحصل خلافات زوجيه كبيره، او بتاثر على نفسيه الزوج او الزوجه، لان الاثنين بقوا دلوقتي بيشاركوا بعض في المصاريف، بيأثروا على النفسيه، تؤدي بقى ان يحصل حريقه في البيت ويضربوا بعض وخناقات. مش لازم يضربوا بعض يعني، يحصل خناقات يعني. يعني هما في رقمين طالعين قد بعض، رقمين طالعين قد المشاكل الماديه اللي بيعيشوها الزوجين، والحاجة التانية تدخل الأهل. دول حوالي أنا هسيب الألم بقى واسمع. رقم حوالي 42%. فرحانين قوي في الكنترول بيسمعوا حضرتك. أيوه اديله. مش بقوا شريرين جدا. إنما في سبب خفي جدا، لما عملوا الإحصاءات وما جابوش سيرته محدش اتكلم عنه، لكن لما عملوا إحصاءات تانية وحطوه في وسط الحاجات، طلع إنه 70% من الزوجين اللي بينهم مشاكل قالوا ده مهم جدا عندنا، اللي هي العلاقه الخاصه، العلاقه الحميمه. بالظبط كده. لما دي بتكون فيها مشاكل بتخلي بقى كل تفصيله صغيره تبقى قد كده، يمسكوا البعض على الواحد، يمسكوا البعض. وهي احنا حتى بنعتبرها ترمومتر للعلاقه الزوجيه الناجحه. لما بيبقى فيها هارموني وفيها انسجام وفيها انبساط وفيها كل طرف بيحاول يسعد الطرف الاخر في اثناء هذه العلاقه، فدي بتخلي ان هما الاثنين يعني يسامحوا البعض في حاجات كتير ويعدوا حاجات كتير، وبتبقى حتى دليل على انسجامهم وتوافقهم. فدي مهمه، عامل مهم جدا. طب يعني نقول ايه بقى للزوجين اللي بيتخانقوا اصلا اثناء العلاقه؟ أثناء يعني العلاقة. دي ما فيش منهم اتنين دول. ما هو احنا صح عندنا ثلاث دوائر، في دايره العلاقه الانسانيه، وفي دايره العلاقه العاطفيه، وفي دايره العلاقه الحميمه. بالظبط. العلاقه الحميمه عشان تنجح بتحتاج الدايرتين التانيين دول يكونوا شغالين ومتفعلين وحلوين يعني. ايوه، يعني نقول ان الثلاث دوائر ليهم علاقه ببعض. بالظبط كده، مش واحده منفصله عنها. فلازم يكون بيحترمها على مستوى بقى العلاقه الانسانيه، بيحترمها، بيقدرها، اعطيها الاحساس بالامان، بيخاف عليها، دي الحاجات الانسانيه العامه دي. دي الدايره الكبيره. الدايره الكبيره. حلو. الدايره العاطفيه ان يكون في عنده مشاعر وهي عندها مشاعر، وبيعبروا يقول لها كلام حلو ويطبطب عليها كده. وما بيخبوهاش، لان في ناس عندهم مشاعر وبيطلعوهاش. يعني ما تعلموش ان هم، او بتبقى عيبه ان هم يطلعوا، بالذات عند الرجاله. بيستعيب كده، هيبته هتتكسر لو قال لها بحبك او وحشتيني او اي، والست هتموت علشان بحبك وحشتيني. والنبي يا دكتور قول لهم. لهم يا دكتور، الواحد تعب والله. وللاسف في نسبه من الرجاله، ما دام احنا بقى في قناه هي يعني، في نسبه والله لو رحنا قناه هو مفيش فايده. اسمع مني، في نسبة كبيرة من الرجالة عندهم حاجة اسمها الأمية العاطفية.
ايوه كده دول كتير قوي. اجمعوا اميه. ثانيه واحده، هو في غيرهم يعني؟ هو حضرتك في غيرهم؟ انا متهيألي هي كله عنده اميه. ما هو بمناسبه في غيرهم دي، واحد بيقول له صاحبه انا مراتي من النوع النكدي، قال له هو في نوع تاني؟ يا دكتور كده ينفع وانا قاعده بسمعك كده؟ اه انت تشتمينا واحنا نسكت؟ طيب انا دلوقتي عايزه امحو الاميه العاطفيه دي بمساعده حضرتك عند الرجاله، اعمل ايه؟ اول حاجه ان هم يتربوا من صغرهم على التعبير عن المشاعر، يعني الامهات ساهموا كتير قوي في هذه الاميه العاطفيه. طيب يعني الام خلعت دلوقتي واديتوني امي، عايزه ابنها كده يطلع راجل، لو عيط لا الراجل ما يعيطش، الرجاله ما تعيطش، اه لقيته حنين كده شويه، لا 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 الراجل يبقى خشن كده وعنيف يعني. فربوه على انه يبقى ما عندوش مشاعر او ما يعبرش عن المشاعر، فالامهات هي اللي وسابتهولنا احنا بقى، سابتهولنا ما هي بتصدره لواحده تانية. انا استلمت يعني الجثه كده حضرتك، اعمل ايه؟ فما تطلعيش جيل تاني عنده الاميه العاطفيه، بحيث ايه؟ انه علميه انه التعبير عن المشاعر ده شيء راقي وشيء جميل، ويشوف ده بينك وبين باباه، يعني وهو خارج بتقول له مع السلامه يا حبيبي، هو جاي الحمد لله على السلامه وازيك. يشوف الاب لو الام تعبانه بيجي جنبها ويطبطب عليها ويحط ايده على راسها ويجيب لها العلاج تاخده ويقوم يعمل لها حاجه دافيه، مش عارف ايه، فيشوف التعبير عن المشاعر في الاسره قدام عينيه بين بابا وماما. دول المودلز بتوعه. ايوه، فلو ده حصل هيطلع الطفل ده يحترم المشاعر ويقدر المشاعر، فنعمل جيل بقى تاني غير الجيل اللي فات. الامهات بقى بتوع الموجودين دلوقتي احنا مختلفين عن الجيل اللي فات. بالظبط. هم يربوا بقى النشء البنات والولاد على ان هم يبقى عندهم حنيه وعاطفه، وازاي يعبر للي قدامه عن حبه وعن مشاعره، ان ده مش عيب خالص. ده في راجل اسمه دانيال جولمان، وده يا ريت تبقي تعملي عليه حلقه بقى في قصه وما فيها او هنا. دانيال جولمان ده اكتشف حاجه اسمها الذكاء العاطفي او الذكاء الوجداني، وعمل بيه نظريه مهمه جدا دي. عارفه طلعت النظريه انه من 20 سنه كان بيعمل رساله الدكتوراه في نيويورك، وبعدين رايح علشان يقابل المشرف، وانت عارفه مقابله المشرف دي بتبقى مقابله علمها ربنا قوي قوي، وفي جو اغسطس، ونيويورك بتبقى حر جدا ورطوبه في جو اغسطس. فركب الحاجه زي الميني باس كده، اجره زي الميكروباص عندنا كده. فشاف السواق قاعد كده، راجل اسمر في منتصف العمر كده، والناس قاعدين كلهم مكشرين وقرفانين وكارهين نفسهم وعيشته، وهو نفس الحكايه. فبيقول طلعت وقعدت، وبعدين ببص لقيت كده السواق قاعد بقى وهو ماشي يقول ايه، الله ده السينما دي فيها فيلم حلو، ومش عارف ده في عرض على ايه، وبعدين قاعد يتكلم ويعلق، وبعدين بدا الناس اللي قاعدين في الباص يتكلموا ويضحكوا وياخدوا ويدوا، وكل واحد هو نازل يقول له مع السلامه ويحييه. غير خالص المود بتاع الناس والمود وكله. فقال الراجل ده يعني رسول للسلام في مدينه نيويورك، الراجل الغلبان اللي سايق الميني باص او الميكروباص ده. وبعدين من هنا قال انه في ناس عندهم ذكاء عاطفي عالي، اللي عندهم بقى مشاعر متوهجين ومتقلقين مش عارف ايه. بالمناسبه انت عندك ذكاء عاطفي عالي او ذكاء وجداني عالي، اشكرك. فيعني اثبتيه طبعا بحاجات كتير وليكي مشاهدين كتير. ده اللي بيخلي بقى ايه المشاعر تشتغل، لان كنا الاول بنقيس الذكاء العقلي وكنا فاكرين ده اللي بيسبب النجاح، طلع لا، ده الذكاء الوجداني او العاطفي ده هو اللي بيسبب النجاح. كل النجوم اللي في المجتمع والناس اللي ليهم تاثير كان عندهم ذكاء عاطفي عالي، فبداوا يهتموا من هنا بالمشاعر. كنا الاول فاكرين ان المشاعر دي يعني حاجه نقطه ضعف في البني ادمين. ايوه، في رجاله كتير بتبقى متخيله كده ولحد دلوقتي. بالظبط كده، انه نقطه ضعف، انا ازاي اقول لها بحبك كده عادي وانا لا لا طب كدا. هبتي فين بقى؟ هتاخد عليا بقى، هتصاحبيني وتضحك معايا وتهزر معايا وتبقى مشكله بقى. يعني طب خليني اسال حضرتك سؤال، هل الاكتئاب اللي بيجي او خلينا نقول الاكتئاب المرضي، هل ده ممكن يعدي؟ يعني لو قعدت مثلا مع حد ونقلت له الحاجات المشاعر اللي جواه دي، ممكن هو كمان يجي له اكتئاب؟ معدي. ده احنا بنعلم الطلبه بتوعنا نقول له ايه، في نوع من الاكتئاب اسمه الاكتئاب الجسيم، اكتئاب عميق يعني وشديد ده كده يعني. فنقول له لو المريض ده انت وانت قاعد حسيت انك انت هتتعدي منه، وقعت كده وهبطت وفرهدت وحسيت بالحزن، يعني الدكتور نفسه ممكن لا بجد الدكتور يتعدي من المريض؟ مش بيتعدي يعني على طول، بس ساعتها يحس بكده، يحس كده ان الدنيا صعبه
ومفيش مناديل بقى ويعيطوا سوا وبتاع. مش هعيط سوا الحاجة بس انا عيط مع مين ولا مع مين بس يا ريام؟ هنفضل معايط طول النهار. وعلى العكس وعلى العكس الناس اللي عندهم في حاجه اسمها الهوس او ما تحت الهوس، مرض بقى المريض فيه في مرح وفي انبساط زايد عن اللازم، ممكن يغني ويرقص وعايز ياخد الناس بالاحضان ويمشي يسلم على الناس، فده برضو معدي. وبرضو لو دخل مريض في العياده وخلى الدكتور يضحك وعمل بقى جو كده من المرح في العياده، يبقى ده علامه تشخيصيه. فالمود معدي، معدي ومؤثر. وبالتالي نقول للناس ايه يعني، ما تتعرضوش كتير للناس النيجاتيفز او البائسين السلبيه والمتشائمين. ليه؟ لانه هيوقعك او هيوقعك. تتعرض ليه بس للاضطرار، يعني زميلك في الشغل، مراتك، جوزك، ما لازم هتقابليها يعني هتعملي ايه يعني، بس ايه يعني، يبقى ليكي مخارج من وقت للتاني تروحي في دوائر مرحه فرحه مبتهجه اي حاجه تنفض الاكتئاب اللي بالظبط. طب انا شخصيتي قويه جدا طبعا. عامله لي رعب في الحلقه. ومع ذلك عندي حاجه غريبه جدا. ممكن انا جاي على فكره وخايف. لا يا دكتور يعني نهار ابيض يا دكتور، احنا اللي بشوفه حضرتك يعني راجل عظيم. الله يخليك. ومع ذلك على قوه الشخصيه دي كلها دموعي قريبه جدا يعني. ممكن اعيط يعني انا على جبروتي ده كله. مسميني المراه الحديديه. ومع ذلك لو شفت فيديو مثلا ام بتبوس ابنها ولا ابنها بيبوسها يعني انا كان معانا النهارده فيديو بتاع الولد اللي عمل لمامته كان بيتكرم امبارح اللي هو مصطفى اللي حاول يعالج مامته من الشوكه العظميه. انا لما نادى لمامته قعدت اعيط. يعني انا بتاثر. ده ايه ده اسمه ايه يعني؟ ازاي واحده او حد يبقى قوي الشخصيه جدا ورهيف زي ما بيقولوا؟ خالص مفيش تعارض. حتى في القادة والعظماء في الرجال كان معروف عنهم ان هم سريع البكاء. القادة الكبار، الرسول صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يبكي. صحيح. في مواقف كتير جدا. وحتى بس لما انا بحس ان الرسول اصلا كان طيب يعني. هي انا هي بحسها جبارة شوية. هي حساسية مشاعر. أيوه. ويقظة نفس ورقة وجدان تخليه رغم قوته ويعني مزاياه العظيمة جدا جدا وسجاياه العظيمة جدا. ودي على فكرة من جوانب العظمة في أي شخصية، أنه يستطيع البكاء في المواقف اللي تستحق البكاء. ما هو حتى لما ابنه إبراهيم مات فلقوه بيجهش بالبكاء بيبكي، فحد من الصحابة استغرب فقال له يعني إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول ما يرضي ربنا. وفي مواقف كتير وقف قدام جبل أحد، شوفي بقى المشاعر الجياشة، يقف قدام جبل أحد ويقول له لو أن بك مبيل هدك. ويقول جبل أحد نحبه يحبنا ونحبه. نعم. فحتى المشاعر تبقى بينه ومش بس بينه وبين البني آدمين، بينه وبين النبات والحيوان والجماد. انا كويسه يعني؟ لا انت كويسه كده تمام. طب الحمد لله. لا ده انا يعني طب هم بيقولوا لي ان احنا معانا ناصر من الجيزه. انتوا فتحتوا التليفونات بقى؟ طيب ندخل التليفون. لا يوطي التلفزيون يا ناصر. السلام عليكم. ما ممكن توطي التليفون التلفزيون بعد اذنك؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا، اتفضل. انا بشكر حضرتك وبشكر الدكتور محمد طبعا. الله يخليك. بس كنت في ملحوظه بسيطه هنا، ان هو مشكورا يعني نخلي للرجاله مثلا بيكون هم يعني بيبقوا لا يعني يعني مش يعني زي ما بيقولوا ان هو مش مهتم مثلا بكل حاجه. هي الست احنا ما نقدرش ان نقول ان هي مثلا كده، لا هي 95% طبعا الدور بتاعها. الحاجه الثانيه ودي الاهم، الراجل 24 ساعه بره بيته بره كل الكلام ده. احنا عارفين ان المراه هي عمود البيت، مش هنقدر نقول حاجه اكثر من كده. وطبعا في حاجه ثانيه كمان، ان برضو في الغلو اللي احنا فيه ده طبعا بيبقى الواحد برضو غصب عنه. انت اخر مره قلت لمراتك بحبك امتى يا ناصر؟ والله هقول لحضرتك مش هكذب عليك. الأسئلة المحرجة دي. كلمة بحبك دي أنا بدفع عليها ثمن بصراحة. ليه بتدفع عليها ثمن ليه؟ بدفع عليها ثمن لأن الأمور كلها مش زي ما حضرتك متخيلة كانت الأول بالنظرة.
كانت الاول بالنظره، كانت الاول الكلام، يعني احنا فعلا فعلا احنا بنقول طبعا مشكورا الدكتور المحترم طبعا قال كلمتين حلوين قوي. احنا فعلا بدايه الايه النشأة ذات نفسية. انا معايا في كل اللي حضرتك مثلا بتقوله الكلام ده كله، لكن الامور كلها بتتراحب ما بين واحد والتاني. احنا معاك، عايزين نفهم بس منك، بس هي دي القصه كلها. لكن والله انت قصدك يعني ان ضغط الشغل وان الرجاله 24 ساعه؟ لا حضرتك، بص حضرتك يعني برضو يعني احنا علينا ضغوط وعندنا ستريس جامد جدا. مش ما فيش البهجه بتاعتنا دلوقتي، ما فيش البهجه. يتفرج عليا بقى يا دكتور. اه بالظبط كده. شكرا يا ناصر، شكرا. طيب يعني هو اللي انا فهمته، عشان هو يمكن ما كانش عارف يقول قوي، انه هو مضغوط بيروح يخرج يشتغل ممكن وظيفه او اتنين، فالدنيا بقت فوق دماغه، حاسس بضغط ستريس يعني جامد، فما عادش قادر يعبر عن مشاعره. يعني دي ممكن تبقى حاجه تانية، انه هو عنده مشاعر بس مش قادر يكسبريس ات او يخرجها او يعبر عنها. ودي حاجه من طبيعه الرجل، انه لما يبقى تحت ضغط يبقى عايز يسكت، مش عايز يتكلم. والله وانا يا دكتور ليه الراجل بس؟ لا هو ممكن تستثنى بقى، لكن الستات لما يكونوا مضغوطين يبقوا عايزين يتكلموا. لا انا ما عايز اسكت خالص. كويس. طب ايه ده؟ ده انا دكتور، انا لازم اجي لك عشان انا كده مش هينفع اتكلم على الهوا. انا مش كويسه يا دكتور. كمان الراجل مخه بيشتغل في صوره غرف مغلقه، يعني يخرج من غرفه يدخل في الغرفه اللي بعدها ويبقى يعني مقفول عليه، وعايز يركز قوي وعايز يتفرغ للحته دي. المراه لا، دماغها شبكه مفتوحه. مظبوط. على بعضها. وبعدين عندها حاجه اسمها مالتيبل اتنشن، يعني عندها انتباه متعدد. مظبوط. تبقى مش انا عارف عملتها دي اصلا، بتحضر الاكل ومش عارف تكوي وتتفرج على التلفزيون وتتكلم امتها وتتكلم اختها وعامله 100 حاجه مع بعضها كله، يعني مفيش مشكله. بالظبط. الراجل لا، الراجل لو اتحط تحت وحادي العمليه بيتلخبط مالتي تاسكس، والست مالتي تاسكس. بالظبط. والمخ شبكه مفتوحه، وبعدين ما بتعرفش تعمل اون اند اوف بتاعه الراجل. يعني ما تعرفش تيجي كده خلاص خلصت هيت ورايحه السرير افصل عشان تفصل. شيلي لا, لا 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 لا، بتقعد 3 4 5 10 ساعات على ما تروح مش فين، عارفه تروح فين. انا يا دكتور وهو قاعد شخر جنبيها وخلاص. دي حقيقة. فدي برضو بتعمل توتر عصبي عند الستات كتير قوي، ما بعرفش ينام للاسف. انا الشديد. والله يا دكتور كتير كتير للاسف الشديد. بس ما برضاش الجا لاي منومات ولا كده، واقول معلش. للطبيعه دي هي طبعا مزايا، دماغها شغاله طبعا، مزايا عندها. أي. انها دماغها مفتوحه وشغاله وبتشوف 100 حاجه مع بعض. أي. وتهتم بكذا حاجه مع بعض، لكن ده بتدفع ثمنه لما تحب تعمل تفصل. ما تعرفش تفصل بسهوله. شفت احنا طيبين نساء غلابه، عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا. طبعا استوصوا بالنساء انا فعلا رفقا بالقوارير، ورفقا بالقوارير، لان فعلا بيبقوا المعاناه بتاعتهم. ودي مترجمه زي ما بقول لك في الدراسات اللي اتعملت، انه الاكتئاب ضعف الرجاله ودول على فكره اكبر اضطرابين او اكبر مرضين في الطب النفسي. القلق والاكتئاب. والقلق يعني بس القلق ده برضو بيجي للرجاله كتير، لان انا بابايا مثلا قلق جدا جدا بشكل مريب. يعني كان بيمنعنا نسافر بالليل مثلا من غير اي سبب، هو كده ما تسافرش بالليل. ابقى نازله مثلا من عنده من البيت للبيت عندي 10 دقايق يقول لي بالراحه وانت سايقه. وممكن يتصل، يعني عنده برضو قلق كتير، يعني مش ما اعتقدش بس طبعا ما قلناش ان الرجاله ما بيقلقوش، لان انا وارثه عنه الطبع ده. انا عندي قلق زايد. هو كلما زاد الذكاء وزاد الاحساس او الحساسيه بيزيد القلق ويزيد الاكتئاب بالمناسبه. ما هو اصل انت عارفه في عدل يا دكتور، انا مش لاحقه ابسط بقى في يعني عدل. يعني اعمل ايه دلوقتي؟ والله انت بسطتينا كتير في القصه وما فيها يعني، فيعني ده اقل واجب يعني. طب عشان بيزعقوا لي في الكنترول، احنا معانا امال من المنيا. اهلا يا امال. اهلا يا استاذه، مبروك الاول على القناه حبيبتي، وان شاء الله تكون فتحة خير كده على الكل. امين امين. ممكن اسال الدكتور سؤال خارجي كده؟ طيب اتفضلي. اتفضلي. هو في علاقه بين الابراج والطاقه الايجابيه وحاله الانسان؟ يعني يقول لك النهارده فرحان ومبسوط، بكره لا قبل مصيبه، ثاني يوم يقول لك لا ده انت ما تشتريش حاجه، حاجات كده بنسمعها، هي دي حقيقة ولا كلام؟ ماشي يا منال، هنرد عليك. حاضر. يعني هو في ناس بطبيعتهم عندهم تقلبات مزاجية، هي بتقول علاقة الأبراج ده اللي انا سمعته. لا هي بتقول علاقه الامراض بالطاقه، الامراض ده انا قعدت اقول ايه علاقه الابراج ومديه الامراض بالطاقه الايجابيه، اذا كنت سمعت صح يعني.
علاقه الامراض بالطاقه. طب في الكنترول هي قالت الامراض يا جماعه ولا قالت ايه؟ ما حد خلاص ما حدش بيرد. طيب. الحمد لله. لكن انا سمعت حد سمع حاجه علاقه الامراض بالطاقه الايجابيه. أيوه. هو الناس كده عندها يعني حاجه يقول لك ايه فلان بيدي طاقه ايجابيه وفلان بيدي طاقه سلبيه. ده خلاف علم الطاقه واثره على النفس والاساور اللي بتقيس على الطاقه. أيوه. على الطاقه والمش عارف ولا لا خالص. الله. لا وده مش علم على فكره. تاني بقى يا دكتور تاني الاساور اللي بتتلبس في الايد الدهب الفضه دي مفيش لها مفيش اي ليها تاثير اساس علمي ولا بندرسها ولا بتجيب في الجامعات ولا بندرسها. ايوه دي ولا بتجيب يعني بوزيتيف انرجي وبتديك طاقه وبتجلب المال والحظ. لا مفيش كلام مفيش كلام. حتى في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم شاف واحد حاطط السويره كده فبيقول له ما هذا؟ قال له انها للواهيه. الواهية دي الحاجة اللي هي بتعمل أو الواهنة الحاجة اللي بتعمل وهن يعني. قال له يعني بمعنى أنه يعني من يستخدمها تجيب له الوهن زيادة. فنهى عن الاستخدام الحاجات اللي زي دي كده يعني. فقالت إن علاقة الأمراض ففيش حكاية الطاقة دي لأ. لكن إيه أنه في ناس أما بتقابليهم بتحسي انه طلع منك احسن ما فيكي وحسيتي كده ببهجه وحب للحياه وتفاؤل وحاجات كتير. وفي ناس لما تقابليهم تلاقي الدنيا سودت في وشك وداقت بقت زي خرم الابره. احنا بنسميهم بومه. بالظبط كده. لا البومه جت مش بس ناس واماكن تروحيها كده تلاقي نفسك مبتهجه ومتفتحه وحلوه ودول. ده انت انا سافرت دوله مره قلت لهم انا مش شايفه غير صفار. بالظبط. والناس كانت تقول لك البلد جميله جدا وانا اقول لهم فده توافق بقى ما بين النفس والمكان والنفس والزمان والنفس والاشياء والحاجات دي كلها. لكن ما نقدرش حكايه الابراج بقى ما دام جت حتى لو هي ما قالتش الابراج برضو الابراج ما هياش علم يقيني ولا تدرس في الجامعات المحترمه او الجامعات الرئيسيه. اصل حد هيرد يقول لا 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 ده في جامعه مش عارف ايه في ساوث كارولينا يعني مش عارف ايه بحته مش حظك اليوم والكلام ده. لكن يقول لك مثلا فلان ده برج كذا فطباعه تبقى كذا بيطلع صح قوي يا دكتور. يعني ما هو بص يعني بيطلع في حاجات قريبه منه. لكن في ناس هتلاقيها برضو مش لابسه قوي في البرج. وبعدين ما تقدريش تقولي انه كل الناس اللي مولودين في التاريخ ده هيبقى فيهم الصفات شبه بعض. يعني صعب ده جدا. صحيح. يعني فبالتالي في العلم اللي عشان يبقى يقين لازم يبقى فيه ثبات. انه مثلا برج الاسد فيه كذا وكذا وكذا. عايش انا برج الاسد. انا كمان برج الاسد. الله 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 الله. شفت بقى احنا متوافقين ليه؟ احنا جينا غلط. لا احنا كده هنعمل ماتش قوه مش طبيعي. ده الناس بيشتموا شتيمه في برج الاسد. ده في جروبات ضد برج الاسد. انا مش عارف ليه زعلانين مننا يعني. جدا مش كده. ده برج كريم واصيل حلو والله. جدا يعني. بس بيقولوا عليهم صفات تانية مش طبعا عشان بيزعقوا لي في الكنترول عندنا يعني. ممالك فالابراج ما هياش. لكن احنا بنقول ايه بقى لما تلاقي نفسك مع حد وبيعمل لك تقلبات مزاجيه او بيعمل لك يأس او حاجه من دي؟ لا. طب في ناس بقى بتتقلب مزاجيا ومعند بالظبط كده. يعني تروحي تقعدي مع الناس اللي بيطلعوا منك احسن ما فيك. تروحي الاماكن اللي بتحسي فيها بالراحه اكتر الا لو كان مكان اضطراري وعلى قد الاضطرار بس مش مضطر ما تروحش. بس في ناس بقى عندهم تقلبات مزاجيه نتيجه لحالات مرضيه. في الاضطراب المزاج النوابي بيجي في فصول معينه. أيوة. فيه الاضطراب الوجداني ثنائي القطب يجي في مواسم او في اوقات معينه. وفيه الاضطراب السايكليك الدوري. كل يعني شويه يبقى فرحان شويه يبقى زعلان. لما بتبقى برج الجوزاء ده في درجه بسيطه انا ما بتابعش بقى الا برج. هو متقلب كده الصبح حاجه وبالليل حاجه تانية. لو انت مين يا ابني جيت منين؟ انت مين اللي تقصديه بالجوزاء بقى؟ ايه ده؟ مين الجوزاء عندك في حياتك؟ لا اعرف جوزائيين. طيب كتير. ما مش مش مش, طيب. مش المخرج بيقول لك سرطان. طب ما سرطان ده رومانسي وحالم قوي وبتاع. فهو حاجه يعني معوض الاعداد بتاعنا. هو جوزاء اهو ده الصبح حاجه وبالليل حاجه. ما نعرفش نتكلم معاه. لا معوض ما اقدرش اتكلم عنه. شيخ الحاره وعنده نتكلم معاه. عنده سيديهات وعنده حاجات لينا كلنا. صحيح. فربنا يستر. طب انتم ام مالك لسه معانا على التليفون؟ طيب ام مالك يا جماعه نشوف محتاجه ايه. اهلا يا ام مالك. اهلا يا استاذه ازي حضرتك؟ الحمد لله. اموري يا حبيبتي الله يسلمك. ممكن اكلم الدكتور لو سمحت؟ طبعا. ايوه اهلا وسهلا.
ازيك يا دكتور؟ يا اهلا وسهلا، ازيك يا ام مالك؟ الله يخليك يا دكتور، الحمد لله. قول لي يا دكتور. اتفضلي. انا عندي بنت 7 سنين توفت. الله يرحمها ويعوضك خير ويصبرك. امين يا رب، الله يخليك. من بعدها وانا نفسيتي تعبت جدا، معايا ولد في سنه تانية دايما معايا، اوديه المدرسه اجيبه من المدرسه، صرت اروع عليه جدا. خوف المفرط. بنت حضرتك توفت بقالها قد ايه؟ بقالها 3 سنين دلوقتي حضرتك. 3 سنين. وانت لسه زي ما انت عندك نفس المشكله دي. انا معايا هي بنت واحده على ولدين، هي الكبيره عندي على ولدين. هو بس في حاجه هنبهك ليها يا ام مالك، لما لما بيموت لينا بنت ولا عزيز. ابن بيحصل ان احنا من حزننا واسانا عليه بنوظف مشاعر اكتر من اللازم من الخوف والقلق على الابن او الاولاد الباقيين، فده زي ما انت بتقولي كده، بقيتي خايفه على ابنك وعايزه تروحي توديه المدرسه وتجيبيه من المدرسه، فاحتمال انه يحصل نوع من الحمايه الزايده او القلق الزايد عليه، وده يمكن ياثر عليه، تبقي خايفه عليه زياده تخليه مثلا ما يطلعش ما يلعب مع اصحابه او ما يروحش يخرج في المدرسه. يعني يا دكتور انصحك خدي بالك من ده اللي توفت، يعني ربنا يرحمها ويعوضك خير، بس خدي بالك تعملي توازن في معاملتك مع بقيه اولادك، علشان الخوف والأسى والحاجات دي هيزيد، فيخليكي ممكن يعني تحوطي عليهم زيادة أو تخنقيهم زيادة بالرعاية والحماية الزايدة، فربنا يقدرك إن شاء الله وتقدري تعملي التوازن ده. نورتينا. غالي عليا جدا طبعا، ربنا يرحمها يا حبيبتي، يعني في كل حتة ربنا يرحمها ويعوض صبري خير. شكرا ليكي. معنا محمد يا جماعة من البحيرة، ده آخر تليفون. محمد إزاي؟ محمد جه ولا محمد مش؟ لا ده مش انتوا بتهزروا. يا مرحبا، اهلا. انت كل سنه وحضرتك طيبين. انت محمد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل. ايوه اتفضل، احنا سامعين. أيوة اتفضل اتفضل. ازيك يا دكتور؟ اهلا يا محمد، اهلا وسهلا بيك. كل سنه وحضرتك طيبين. وانت طيب وبخير. انا بعزك وبحترمك وانت من الناس المحترمين. الله يخليك ويبارك فيك. هي بس استفسار بسيط. اتفضل. هما يا ريت تسمعنا من التليفون مش من التلفزيون. يعني انا حضرتك، انا من الناس اللي هم ممكن تعليهم احساسهم يعني عالي شويه. ايوه، امورها في الاحساس سنسيتيف. بتضايق لما يحصل الموقف اللي يضايقني، ممكن اسامح في الوقت نفسه. أيوة. لكن على المدى البعيد ما بقدرش انسى. أيوة. يعني الموقف بيحصل جوه الواحد شرخ كده. أيوة. بيبقى صعب انه يعني انه ينساه يعني. أيوة. وده عامل لي نوع من القلق. أيوة. والتعب. انا ما بحاولش اظلم حد او ازعل حد. أيوة. لكن لما يبقى فيه لود على الواحد بيتحمله في الوقت نفسه. أيوة. من النوع ان هو بيحاول يقتدي يعني بالناس الطيبين. أيوة. الا انه بعد الوقت بحس ان انا مش قادر انسى يعني. أيوة. فانت أيوة. حضرتك تنصحني اعمل ايه؟ تمام، ومتشكرين جدا. العفو، الله يخليك. هما الناس الحساسين اللي زي محمد كده بيحصل لهم يعني حاجتين صعبين. اول حاجه انه بيتاثر باي كلمه، باي حركه، باي همسه، باي نظره، باي حاجه من دي، هيتاثر بتاثير مضاعف عن بقيه الناس، وده بيبقى عبء كبير على الجهاز العصبي، لانه حتى الاحداث العاديه والتفاعلات العاديه بينه وبين الناس بتبقى ساعات تجرحه او توجعه. بس اللي بيحصل مرهف الحس، هو مرهف الحس، ومن كتر ما هو مرهف الحس بيبقى برضو بيتهيأ له ان الناس برضو مرهفين الحس زيه، ما بيحبش يجرحهم. فبيبقى محاسب على اي كلمه، ففي حاجات كتير ممكن فيتفاجئ بالالم نزل على وشه من الناس. فبيتخزن جواه، يتراكم بقى ده على ده على ده. والحقيقه هو محمد بيقول انا بسامح، لكن هو الحقيقه بيخزن. يعني محمد انت بتخزن لانك انت ما بتقدرش ترد في الوقت المناسب ساعتها. يعني الاحسن ان الإنسان يرد يعبر، والله الكلمه دي جرحتني، الكلمه دي زعلتني في ساعتها. لان احنا حضرتك بنروح نحكي الخناقه تاني في البيت. يعني انا برد كويس جدا لوحدي، انما طول ما انا جوه الخناقه. أيوة. مفيش صمت. ما بعرفش اتكلم. محمد بيخزن ويتحط حاجه فوق حاجه فوق حاجه فوق حاجه. فدي بتبقى عبء على الجهاز العصبي. نقول لا، مش لازم انك تسكت.
وما تحسسش على الناس كده، ما تحسش ناس ازاز وهيكسر، لا انت برضو عبر عن احتياجاتك وعبر عن زعلك وعن غضبك بس بطريقه مقبوله كويسه اجتماعيا، يعني مش ان احنا نعبر بقى نضرب الناس بقى ونهبش في الناس، لا طبعا مش هنعمل ده، لكن بطريقه مقبوله دي امال بس بتبقى امال داخليه لكن ما بنعملهاش بطريقه مقبوله. دكتور محمد احنا لسه عندنا مواضيع كتير قوي لسه عايزين نتكلم فيها، عندنا الخيانه وعندنا ازمه منتصف العمر وعندنا الادمان الالعاب الموبايل زي ما كنت قلت لحضرتك، بس للاسف وقت الفقره دي خلص، فاتمنى ان حضرتك تنورنا تاني لازم اكيد. دكتور محمد المهدي استاذ الطب النفسي جامعه الازهر، حضرتك نورتني الله يخليك وانا سعيد اشكر حضرتك على وجودك الله يخليك ربنا يوفقك. خلصت حلقة النهاردة، لكن إن شاء الله هكون موجودة معاكم بكرة تاني الساعة 8، استنوني.